عليكم ورحمة الله وبركاته، يوم جديد ويا رب يكون عليكم سعيد دايما بإذن الله. عشاق ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، ملعب الأهلي النهاردة في أولى مباريات الأسبوع الرابع اللي بدأت النهاردة فعالياتها بإذن الله. قبل ما نعرف النتائج ونستعرضها كمان نرحب بضيوفنا وتشكيلة ملعب الأهلي. كابتن عادل طيبة، مساء الفل. مساء الخير يا كابتن. ازي حضرتك؟ كل سنة وحضرتك طيب والزملاء طيبين بإذن الله تعالى. كابتن ماهر همام، مساء الفل. يا كابتن سيد خطير. ازي حضرتك؟ تمام تمام يا كابتن سيد. ترافولتا، ايه الاخبار؟ كله تمام يا كابتن سيد. طيب كلنا كده من سكان مدينه نصر ومصر الجديده، يعني كلنا شكلنا كده في طريق واحد واتجاه واحد كمان، وملعب الاهلي كمان. يعني استعرض لكم النتائج النهارده. النهارده بدات بالانتاج الحربي بياكد تفوقه. كابتن مختار مختار بيفوز النهارده على الداخليه 1-0. المباراه الثانيه جمعت ما بين سموحه وامبي، وقدر سموحه بقياده علي ماهر ان هو يتفوق على امبي 3-2، واضاع كمان ركله جزاء عن طريق احمد نبيل مانجا. الجونه بيتعادل مع حرس الحدود في يعني او الحرس اللي بيتعادل مع الجونه، لان الجونه كان هو له الاسبقيه في التهديف. بتروجيت بيعمل ماتش وبيواصل عروضه الجيده جدا 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 في الموسم السنه دي، وبيتعادل مع المصري 2-2. واول هدفين يدخلوا في بتروجيت النهارده عن طريق المصري، كان الاول عن طريق اسلام عيسى. طلع الجيش بيخسر من بيراميدز بهدفين لهدف او هدف لهدفين. دي نتائج مباراه النهارده اللي اقيمت النهارده. هنستعرضها كلها مع الكباتن كابتن عادل وكابتن ماهر وكابتن شريف عبد المنعم. لكن بالتاكيد في حدث النهارده يخص كل جماهير النادي الاهلي. هنستعرض المباريات بنتائجها، بالحالات التحكيميه، بالامور الخاصه بكل المباريات اللي اقيمت النهارده 3-14 اغسطس في بدايه الاسبوع الرابع او الاسبوع، احنا في الاسبوع الايه؟ الاسبوع الثالث. يا ماشي معايا الرابع. طيب قائمة الأهلي النهارده المسافر يا كابتن شريف، كابتن ماهر، كابتن عادل، المتجهة إلى تونس بعد التعادل امبارح مع النجم اللبناني 0-0. القائمة النهارده ضمت شريف إكرامي، محمد الشناوي، علي لطفي، ومحمد هاني، وأحمد فتحي، سعد سمير، محمد نجيب، أيمن أشرف، كلوبالي، وعلي ماهر، عمرو السلية، علي معلول آسف، عمرو السلية، وهشام محمد، أكرم توفيق المنضم حديثا للقائمة الأفريقية بشكل عام، كريم نيدفيد، وليد سليمان، واسلام محارب، واحمد حمودي، وميدو جابر، وناصر ماهر، واحمد حمدي، ومروان محسن، ووليد ازارو، وصلاح محسن. هنستعرض كل النتائج النهارده طبعا بالتفصيل، لكن يهمنا الخبر بتاع النادي الاهلي واستعدادات النادي الاهلي. ليك اي تعقيب على القائمه يا كابتن ماهر؟ يا كابتن عادل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بنتمنى للنادي الاهلي ان شاء الله التوفيق في ماتش الترجي. طبعا مباراة مهمة جدا بالنسبة لنا، لأنها بطولة من ضمن البطولات اللي احنا الجمهور المصري وجمهور النادي الأهلي خاصة بيبقى حاطط آمال كبيرة إن احنا نحصل على البطولة الأفريقية اللي بتودينا كأس العالم للأندية. مفيش شك إن التعادل بتاع امبارح أرجو إن هو ما يأثرش على الجهاز الفني وعلى اللاعبين، لأن دايما النادي الأهلي عنده حتة الفصل ما بين البطولات. يمكن امبارح ما كانش فيه توفيق، لكن ولادنا في النادي الاهلي دايما عندهم حته الفصل ما بين البطوله والبطوله الاخرى. اعتقد ان هم ان شاء الله مع الجهاز الفني يعوضوا الماتش بتاع امبارح في ماتش الترجي، ويبقى عندنا الحافز ان احنا باذن الله تعالى نطلع بنتيجه ايجابيه. اتمنى الفوز للنادي الاهلي، لان ده هيدينا الصداره، ودايما النادي الاهلي متفوق ودايما في الصداره. انما الماتش امبارح الحقيقه البطوله مهمه جدا بالنسبه لنا. البطوله العربيه بعد المردود المادي والادبي اللي بقى موجود غير زمان، يعني قبل كده كان عمليه شرفيه وكده والناس بتشترك، واحيانا فرق اخرى ما بتشتركش، لكن بعد الحوافز الماديه الكبيره وبعد الجانب الادبي الكبير جدا لمعظم الانديه العربيه الكبيره والشعبيه ابتدت تشترك في البطوله ديت، اعتقد انها تبقى بطوله مهمه جدا. ارجو ان الجهاز الفني يستوعب ان البطوله دي بطوله مهمه جدا بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، لان دي بتدي بطل العربي، هتبقى عمليه مش سهله، فما يبقاش فيه نوع من انواع التراخي في المباريات ديت، لان ده مش من عادتنا كلاعبين وكجمهور وكمجلس اداره. المباراه دي مهمه جدا بالنسبه لنا، ماتش الترجي، ثم البطوله العربيه الماتش اللي في سبتمبر ان شاء الله لاعبتنا تعوض الماتش بتاع امبارح. اوكي. طيب كابتن ماهر، يمكن
قبل ما نتكلم في احداث والتفاصيل وكل حاجه تخص المباراه سواء العربيه او المباراه الافريقيه او حتى مباراه الدوري، ليك تعقيب على القائمه اللي مسافره؟ يمكن تم استبعاد النهارده مثلا حسام عاشور، انت عارف عنده انذارين فده سبب اضطرار يعني ما تقدرش تتكلم فيه، لكن مؤمن زكريا النهارده مش موجود مع الفرقه اللي مسافره. هو تاكيدا لكلام الكابتن عادل الكابتن سيد، عايز اقول لك ان البطوله العربيه كانت بطوله مهمه جدا، خصوصا ان كانت المكاسب الماديه في البطوله السابقه اللي اتعملت في الاسكندريه وحصل عليها الترجي يمكن كانت مكاسب ماديه كبيره جدا، فيهم النادي الاهلي ان هو ان شاء الله باذن الله من خلال تواجده في هذه البطوله ان هو يحصل على هذه البطوله للعائد المادي اللي احنا كنا بنتكلم عليه بنسبه كبيره. لكن عايز اقول لك العامل النفسي كمان يا كابتن سيد، انا يعني بحيي طبعا الجهاز الفني واخد بالك ان هو اختار التشكيله لهذه المباراه، اللي هي اعاده بقى طبعا الثقه مره ثانيه للبدلاء، مش عايزين نقول للبدلاء، للعيبه اللي هي اللي عندها وعايز يشوف كمان عايز يجرب الراجل، يعني بيجهزها بدنيا وفنيا وتكتيكيا، وعايز يشوف من خلال الفتره اللي فاتت ديت اللعيبه دي وصلت لاني مرحله من المراحل اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي عناصر اللعبه اللي من خلالها بتجهز هؤلاء اللاعبين. عايز اقول لك يمكن النتيجه كانت نتيجه سلبيه بالنسبه لمباراتنا مع النجم اللبناني، ويمكن كان اداء متوسط فنيا. اكيد التغيير اللي بدا بيها الجهاز الفني يمكن معظمها كانت من اللعيبه اللي بتشارك، يمكن شيف اكرامي ومحمد هاني وسعد سمير ونجيب وايمن اشرف واحمد فتحي وحسام ووليد واحمد حمدي ومؤمن ومروان محسن، ومعظمهم من اللعيبه الاساسيين اللي بيشاركوا بصفه اساسيه. لكن احنا لحد دلوقتي يا كابتن سيد فنيا الجهاز الفني ما قدرش يا كابتن عادل يا كابتن شريف انه يحط ايده على ثبات الفريق اللي احنا تعودنا عليه. يعني لو نرجع كده للسنه الماضيه يا كابتن عادل، ان احنا كان في تطوير بشكل كبير جدا، خصوصا الدور الثاني احنا لعبنا كوره في نص ملعب الخصم، كانت كوره سريعه، كوره فيها انتشار ومن لمسه واحده وجمل تكتيكيه ومباريات فزنا بيها بشكل كبير جدا. فاتمنى ان احنا نكون بدايتنا السنه دي زي السنه الماضيه، مش عايزين نتاخر. انا شايف ان البدايه فيها نوع من الهدوء النسبي، مش حاسين كده بروح لعيبه النادي الاهلي، مش حاسين بالاحساس، مش حاسين بالدوافع الفانيلا الحمراء، وده يمكن بيقلق جمهورنا اللي هو دلوقتي بقى في علامه استفهام بيسال ايه اللي حصل. جمهور النادي الاهلي مش مبسوط من فتره بدايه النادي الاهلي، حاسس بدايه موسم يعني ما هنقدر نقول بدايه الموسم مع النادي الاهلي سيد من بعده عنده الموسم عنده بهذا الشكل، عايز يستكشف اللعيبه، عايز يحط التقييم النهائي الفني بالنسبه له. لكن انا عايز اقول لك ان هو يستغل اي فرصه مباراه كمان. يستغل اي فرصه لمباراه يشوف انها مناسبه ان هو يشارك بعض اللعيبه اللي شوفه، لان ما كانش عنده على فكره خلي بالك برضه هو ما كانش عنده فتره اعداد طويله قوي في مباريات كتيره تجريبيه، ما كانش فيه كتير. خد بالك كابتن سيد برضه مباراه النجمه بتدي ثقه لجمهور النادي الاهلي وجهازه الفني واللاعبين، انك انت رايح على مباراه اقوى، مباراه الترجي في تونس. فالنهارده احنا بنقول لمباراه النجمه كنا محتاجين ان احنا النادي الاهلي يبقى له شكل، نكسب المباراه عشان تدينا ثقه. خد بالك المكسب يا كابتن سيد هو اللي بيعطي ثقه للفرقه في المراحل القادمه. انت عندك ملف البطوله العربيه نهيته بالمستوى الفني المتوسط، بيديش ثقه للعيبه النادي الاهلي ولا جهاز ولا جمهوره، وانت رايح كمان ثلاث ايام على مباراه اقوى، مباراه الترجي مباراه افريقيه والبطوله كمان المحببه بالنسبه لنا اللي احنا بقالنا حوالي اربع خمس سنوات بعيد عنها. فانا عايز اقول ان المكسب مهم، وده اللي انا مش حاسه في لعيبه النادي الاهلي. الدوافع اللي احنا شفناها كابتن عادل من العام الماضي اللي كانت البدايه قويه، النادي الاهلي بينزل عشان يكسب الثلاث نقاط، النهارده احنا بنعمل مجهود 90 دقيقة واكتر من 90 دقيقة عشان نكسب او عشان نجيب جول. فانا شايف ان الامور محتاجة يعني شيء من التركيز اكتر من كده من الجهاز الفني واللاعبين، ونتمنى ان شاء الله باذن الله مباراة الترجي يعني النادي الاهلي يظهر بيها بالشكل اللي احنا عارفينه عن لعيبة النادي الاهلي. طيب كابتن شريف تعقيبك على القائمة؟ لا القائمة ده اللي موجود عندنا يعني انا اقول لك المستبعدين مين. انا عارف، انا اقول لك المستبعدين. انت عارف ان القائمه الافريقيه كباتن 30 واحد دلوقتي خلاص بدخول مستبعد عندك دلوقتي اجاي طبعا لانه خارج غصب عنه اصابه، عاشور غصب عنك برضو لانه عنده انذارين، يعني صبري الرحيل ده سبب فني يمكن بيقول ان انا عندي علي معلول وايمن اشرف في الحته ديت، باكا طبعا لان باكا بقى قريب من الدوري جنوب افريقي خلاص، وعندك باسم علي برضه نفس الكلام، باسم كان لسه راجع من اصابه، وعندك مؤمن زكريا هو التحفظ يمكن الوحيد. ده الكويشن دي العلامه الاستفهام الكبيره قوي. ده السؤال يعني. السؤال انا بس تعقيبا على فريق النادي الاهلي او باتريس كارترون والجهاز الفني بتاعه، استلم الحقيقه التركه او استلم الفريق
وهو تحت ضغوط نفسيه كبيره جدا، خسران متعادل مباراه وخسران مباراه ومطلوب منه ان هو يرجع تاني لدائره ورجع الرجوع ده كان نفساني، كان في مجهود وفي سفر و... واختلاف في الاجواء واختلاف، وانت عارف المجالات دي كلها لما احنا بنلعب وبنختلف وبيجي ضغط عليا لازم اكسب اكسب اكسب، الحاجات دي برضو بتطلع منها اصابات، بتطلع منها تعب، بيطلع منها لسه الراجل الملعب حتى اللي احنا رحنا لعبنا عليه في افريقيا ما يقدرش تقيم اي لعيب لعب في الماتشات دي شكله عامل ازاي، فهو قابل ظروف صعبه جدا في الاول وربنا وفقه ونجح فيها. انه اللعيبه تلعب ماتش زي بتاع امبارح ويتهيأ لهم وهم في الملعب ان هم هيكسبوا في اي وقت، ده طبيعي، الامكانيات والفوارق والجماعيه والفرديه اقوى بكتير قوي من فرقه النجمه. انما في شكل لازم، كنا بنتكلم انا وانت قبل ما نخش، الشكل الفني، انت النهارده عارف انت بتكسب ازاي وعارف الكوره الفنيه بتاعتك فين وعارف انك انت الميز باس بتاعك لو قل انت تبقى متفوق على اي فريق، عارف ان تحركات الاجنب عندك هي النهارده كل يوم بيحصل تدوير شكل، يبقى عندك احمد فتحي الجوكر بيلعب في نص ملعب لظروف ما ويخش محمد هاني وبعدين ارجع الاقي محمد هاني بعد كده مش موجود واحمد فتحي، الحاجات اللي بتحصل التدوير اللي بيحصل ده كله لسه مش عامل لي القوام الاساسي، او الراجل لسه ما شافش القوام الاساسي بتاع الفرقه، او لسه بيشتغل على قديمه، يعني بيشتغل على الحاجات اللي هو جه شافها قبل كده، بيتعرف على كل حاجه. النهارده اكرم توفيق هو لسه ما شافوش خالص، لسه ما عرفوش خالص، شافوا يمكن في التمرين، خدوا في التمرين، الناس كلها كانت متخيله ان محمد شريف الاقرب، لكن هو وجهه نظره ان انت هتلعب مباراه الترجي مثلا، متهيألي يعني توقعي هتلعب مباراه الترجي ما عندكش حسام عاشور، وجاهزيه عمرو السوليه قد صعبة. تكون قد تكون مش صعبه مش فالنهارده بيشوف محمد هشام وبيشوف اكرم توفيق، وهناك كمان هتلعب غصب عنك ب 4 2 3 1 مفيش 4 4 2 ولا في 2 فراوده ولا القصص دي، انت عايز تخرج سليم من هناك على ممكن تلعب 4 3 3 ممكن دي ده هترجعنا بقى للثمانينات ليه 4 3 3 ده هل عنده الامكانيه بتاعت 4 3 3 عشان عنده الوقت اللي يقدر اللعيبه تخش في فورمه ان هو هيلعب 4 3 3 ده هو بيلعب بفيرود واحد واحنا عايزين كمان فيرود عشان العرضيات يبقى جنب ازارو، عايزين صلاح محسن او مروان محسن يبقى جنب ازارو، لحد دلوقتي الفكر ده مش موجود. لا انا اقصد انت ممكن تلعب مثلا يعني لو كان العمليه جاهزه عندك قد يكون يعني لو عمرو السوليه موجود بشكل كويس او حسام عاشور موجود بشكل كويس كنت ممكن تلعب عمرو السوليه واحمد فتحي وحسام عاشور وتقفل منطقه نص الملعب ثلاثه في نص الملعب ثلاثه قدامي اثنين على الاطراف وواحد راس حربه جناح وراس حربه احنا ده اللي بنتمناه يا كابتن وخاصة في مباراة خارج رادش كمان ملعب تحفة هناك انت عارف وش حلو علينا وش حلو علينا وملعب الاهلي مش ملعب بس وش حلو علينا بالشغل مش التعرف اللي هو بيتعرف عليه ده كله هو الراجل لحد دلوقتي هو احنا معاه وهو معانا بس انا اللي عايز اطمنك عليه في مباراة زي بتاعت النجمة دي انا خارج وانا عارف النادي الاهلي في لبنان هيكسب ثلاثة مثلا مش دي الفرقة اللي هي اتعادلت من هنا انجزت الانجاز الكبير لا احنا كان عندنا شورتج برضه كان عندنا يعني غيابات الغيابات دي برضو وعندنا عدم توفيق وعدم توفيق لسه شوف انت بتاخدها مع لساني وعدم توفيق في كام كوره في شو كام شوطه في تنفيذ من احد اللاعبين فني او فردي غير موفق نرجع ونتكلم في كل حاجه ونخلي مؤمن زكريا الى حديث اخر طيب كابتن عادل مباراه امبارح هي مباراه كان فيها اهداف استكشافيه اهداف تحضيريه يعني بيستكشف لعيبه بيحضر لمباراه ثانيه عنده هدف ثاني ان هو يريح بعض اللعيبه زي مثلا وليد ازارو زي ناصر ماهر زي علي معلول كولوبالي ما لعبش وما شاركش اهداف ثانيه ان هو يشوف اماكن غصب عنه مش بارادته فرضت عليه الظروف ان هو ينقل او يعمل تشكيله تغييره في من داخل الملعب زي احمد فتحي كل دي حاجات خلت الراجل يخوض المباراه بالتشكيل اللي شفناه امبارح لا هو في وجهات نظر وعلشان كده احنا لما بنكون متواجدين لازم بنقول كلمه حق ونقول من واقع الخبره ايه المفروض كانت تعمل مباراه مهمه زي دي وانا مش ضامن في لبنان النتيجه هتبقى شكلها ايه كره ما فيش حاجه فيها مضمونه كنت اتمنى انه خط الظهر لان انا درست فريق النجمه كويس قوي اكيد شفته واكيد اللعيبه بتاعتي انا الجهاز الفني والجهاز الاداري مدي للمدير الفني كارتيرون مديله شرايط المباريات اللي فاتت معلومات كامله عن كل اللاعبين اعمارهم نتائجهم كل حاجه
اعتقد ان في المعلومات دي كانت واصله له. كنت اتمنى في التشكيل اللي بيلعب بيه المباراه اللي فاتت ديت ايه المانع ان انا ابتدي بازارو لمده 45 دقيقه، العب بفتحي هاف تايم ناحيه اليمين وهاف تايم تاني احطه في وسط الملعب، بحيث ان انا الشوط الاولاني لما اجيب جول اجيب جولين ممكن جدا اريح بقى ازارو، يبقى انا عارف ان الفرقه دي مش هتجيب جول، فيبقى انا عندي الادوات اللي تخليني اجيب الهدف. طب احنا انا بناقشك يعني لا اخوك الصغير وبناقشك، لا تحت امرك. ماذا لو ازارو تعور امبارح؟ يعني واحد من الناس العناصر المميزه جدا بالنسبه لك واللي بتعول عليها امال كبيره جدا، وداخل على مرحله في منتهى الاهميه، هي مرحله بدايه موسم صحيح وكل حاجه، لكن في النهايه بتجمع نقاط سواء كان على المستوى المحلي او حتى على المستوى الافريقي. لو اتعور امبارح وهو لاعب مباراه المصري، وقبلها كان لاعب مباراه الاسماعيلي، وقبلها كان لاعب مباراه افريقيا، ولو اتعور امبارح هتخسره في ترجي، هتخسره في مباراه الدوري، هتخسره في مباراه اهم اللي هي مباراه الصعود في افريقيا يا كابتن عادل. تمام. لو بمشيت طبعا المنطق ده، طبعا وجهه نظر احترمها جدا، لكن لو مشيت بالمنطق ده يبقى ما فيش ولا فرقه في العالم هتلعب كوره. هتلاقي كل الفرق على مستوى العالم كل 3 4 ايام بيلعبوا مباراه. هو فكوا باثنين يا كابتن عادل، كل 3 ايام وصلاح. كل 4 ايام يعني انت، انا سوري يا كابتن، قيمه ازارو عندي باثنين، بيعمل عمق دفاعي وهجومي وبيعمل سبرنتات وبيعمل لنا كل حاجه، ملعب باثنين فراوت. اتفضل يا كابتن. فانا بتكلم فنيا بقى تكتيكيا يعني. فانا ازارو ممكن يتعور وهو نازل من السرير، ممكن يتعور في التمرينه، ممكن يتعب. لا، هي العمليه مش كده. العمليه ان في نتائج وفي بدلاء، ودايما يبقى عندي البديل ومحضره. وبعدين انا بالنسبه لازارو، انا يعني اعتقد انه لو ابتدى بيه لمده 45 دقيقه سواء جاب جوال او ما جابش جوال، انا هلاعبه ال 45 دقيقه ديت، يبقى انا اديت اطمئنان للفريق ان انا نازل عشان اكسب، مش نازل على طول. بيجي بذهن، وانت طبعا يعني من المديرين الكره المميزين يعني، وحضرت مدربين كتير، المدرب مهما قال للعيبه انا بلاعب النجمه في هبوط شويه في الاداء، انا عارف ان النجمه ما هوش المستوى، ما هوش الترجي، ما هوش النجم الساحلي، ما هو مش الهلال السعودي. فانا بدي احساس للاعيب ان انا نازل علشان يعني فريق متواضع، فالعمليه مش مستعجله. ده اداني احساس وانا بتفرج على المباراه ان الامور وصل للعيبه بالشكل ده. 45 دقيقه ازارو اتنين من اللاعبين، احمد فتحي بيلعب مكانه الشوط الاولاني، الشوط الثاني بيشوفه. وبعدين احمد فتحي انا مش محتاج ان انا اشوفه، لان احمد فتحي مره واثنين وثلاثه، والجهاز الفني اللي موجود معاه كابتن محمد يوسف والكابتن سامي قمصان يقنعوا المدير الفني. بس هو ما يعرفش يعني، هم عارفين طبعا يعني، سواء كان كابتن محمد يوسف او سامي قمصان عارفين، لكن المدير الفني نفسه ممكن ما يكونش شايف ده، وقابلته ظروف تتمثل في عدم جاهزيه عمرو السوليه وعدم وجود حسام عاشور للانذارين، فوضعه طبيعي جدا ان هو يقول لك اشوف بعينيا، وده صح على فكره. يعني هو انا بس عايز اقول حاجه كابتن عادل، الكباتن كلها وطبعا كل واحد فينا له رايه. طبعا انا بقول ان المرحله ديت مرحله ان انت يعني عارف اللي هو تكسب فيها او تطلع باقل الخسائر. تطلع باقل الخسائر يعني ايه بقى؟ راجل بيستكشف لعيبته وبيعرف امكانياتها وقدراتها ومواهبها، ومين اللي ممكن استخدمه فتره اطول، ومين اللي لقى اللعيب احتياطي بس، ومين اللي خلاص الدنيا بقت صعبه بالنسبه له، ومين اللي يتم الدفع بيه، ومين اللي ساعده، مين اللي اديله وانا مصمم عليه. مرحله استكشافيه. عمل الاهم فيها وكان ربنا موفق ان هو وصل لنقطه 90% او 95% انت وصلت للدور الثاني بتاع افريقيا. 95% الاهلي وصل، حتى لا قدر الله لو خصم الترجي. حتى لا قدر الله لو خصم الترجي حسابيا يا كابتن عادل. ايوه. حتى لو خصم الترجي، وانا مش رايح مباراه الترجي حياه او موت، انا مفهوم غلط، انا الناس تعترض او تتفق، لا الكوره مش كده. انا رايح مباراه الترجي العب على المركز الاول، لو جه حلو جدا. لو ما جاش يا كابتن عادل تمام، انا وصلت للهدف او من ضمن الاهداف الاساسيه ان انا اوصل للدور اللي بعده. بس ده رايي. ده اولى يا كابتن ان انا كنت ابتدي بازارو، ده اولى بقى. ان دي بطوله مهمه جدا بالنسبه لنا. البطوله العربيه؟ مش مهمه؟ مش مهمه، جوائزها حلوه، جوائزها كبيره جدا.
وبس عشان السنه اللي فاتت احنا اي بطوله اي بطوله مهمه التعامل مع البطوله دي السنه اللي فاتت ما كانش واقعي يعني ولا كابتن عزيز مختلفه وملمومه السنه اللي فاتت السنه دي عندك سبيس فيها وراحه بس انت بريح السنه اللي فاتت كانت مجمعه 10 12 يوم خلاص يعني كانت صعبه في نقطه ثانيه لكن السنه دي هي جوائزها 6 مليون احنا كان نهايه موسم بالنسبه لنا وبدايه موسم بالنسبه للناس انا ما اعرفش عندكم المعلومه دي ولا كابتن عادل انت تعرف ان بياخد اكتر من اللي بياخد في كاس العالم للانديه بالظبط بطل كاس العالم للانديه بياخد 5 مليون دولار بطل اي بطوله اي بطوله النادي الاهلي بيشترك فيها لازم ياخدها فاولى اولى للجهاز الفني دي وجهه نظري ان البطوله ديت مطيره مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي وانديه كبيره جدا مشتركه فيها كان ان هو يبدا انا مش بعكسك والله ولا بعترض عليك انا رايح للترجي بس في اولويات في المرحله بس مش اكتر ده اللي انا بقصد معاه لان انا الماتش اللي جاي في لبنان انا برضو هنكسب ان شاء الله هنكسب رحت لبنان رحت لبنان في مرنت فيها ولا ما خدتش لا رحنا لعبنا واحنا في ايام العدوان ال 67 كنا بنعمل مجهود حربي فكنا بنروح نلعب هناك في سوريا ولبنان بيحبونا جدا على فكره بيحبونا جدا وكذلك في سوريا يعني بيعشقوا المصريين ف المباراه ديت انا بالنسبه للتشكيل كان يبقى فيها الحته دي هتدي احساس يعني الجمهور النادي الاهلي بيبقى فيه سنه عتاب شويه او سن تزعل شويه ان انا 45 دقيقه ديت مش هتاثر على اللعيب وبعدين انا عندي لعيبه محترفين اللعيب المحترف ده لما يلعب كل 3 ايام 4 ايام ماتش مش مشكله جدا لان انا برضو العلم في الاستشفاء والحاجات ديت انت طبعا حضرتك عارف كنت انت بتعمله قد ايه الحاجات ديت واضح جدا ان انا لو انا ابتديت بالتشكيل اللي ممكن يكسبني الشوط الاولاني رايح اطلع الناس 45 دقيقه ويبقى كانها تمرينه مهمه لازارو ولاحمد فتحي ولغيره كل بالي مثلا هريح ماشي لكن عمليه الانسجام والتوافق في نقطه ثانيه مهمه جدا يا كابتن انا النادي الاهلي وانا بتعاقد مع مدير فني في مصريين كتير ومدربين كتير مصريين ومن ولاد النادي النهارده ما شاء الله ولاد النادي مليين الدوري كلهم ما شاء الله على اعلى مستوى المدرب لازم يكون بيستوعب الفرقه بسرعه يعني في خلال تمرينتين ثلاثه اسبوع من خلال تقسيماته من خلال المهارات ومن خلال الحاجات اللي هو معايشه مع اللعيبه صبح وظهر وبالليل ده عنده كابتن عنده سوري عنده ربنا بعت له هديه ماتش الاسماعيلي انا كمدير فني لو في مباراه الاسماعيلي دي اعرف على طول احتياج فرقتي ناقص في الفراوده ناقص في وراح منزل الفراوده كلها وعمل تغيير وعمل تدوير عشان يحقق التعادل كان احسن حل ان هو على الاقل ربنا بعت لك ماتش الاسماعيلي ده انه يحط لك البصيره فرقتك محتاجه ايه فكان ماتش الاسماعيلي ده ان احنا تعادلنا فيه وانا قلت احنا لو تعادلنا هناخد الدوري ليه قلت كده لان اصعب مواقف احنا قابلناها كان هو ماتش الاسماعيلي ده اتاخرنا بهدف ضيعنا 3 4 اهداف في اول المباراه شفنا اسلوب اللعب شكله ايه شفنا النادي الاهلي محتاج قد ايه زياده عدديه جوه ال 18 فكان لازم الماتشات اللي بعدها يا كابتن سيد اشوف تغيير انا هو ده بس انا مع كابتن عادل في الحته دي انا عايز اشرحها ان انا ما شفتوش جريء ان هو بيزود عدد المهاجمين بتوعه خاصه انك بتلعب النجم اللبناني خاصه انك بتلعب فرقه اقل منك خاصه انت من احسن فرقه انك النادي الاهلي انك مطالب دايما بالفوز ان إيه؟ الراجل ده عنده النزعه دي ولا ما عندوش انت مش وادي دجله ولا اي حد وبعدين يا كابتن سيد انا عايز اقول لك ان الراجل ده اشتغل في مصر قبل كده فاكيد طبعا عنده خلفيه عن الدوري المصري وعنده خلفيه عن النادي الاهلي بشكل كبير جدا وكان هو من طموحاته كمان ان هو يتمنى ان هو يبقى موجود في الاداره الفنيه بالنسبه للنادي الاهلي عايز اقول لك حاجه كابتن سيد ان كل مباراه ليها اعداد ذهني يعني انا فاكر بعض المدربين يا كابتن عادل كان بيعمل سيناريو نفسي لكل مباراه بتختلف عن المباراه الاخرى فانت النهارده عندك مباراه النجم اللبناني فانت محتاج سيناريو للعبتك فيها دوافع ان النجم اللبناني جاي النهارده وطبعا يتمنى انه يخرج باي نتيجه ايجابيه تاريخ له للنادي الاهلي وفعلا ان الناس قالوا بعد المباراه اذا كان الجهاز الفني او اللاعبين ان احنا جينا عارفين النادي الاهلي بقيمته والنادي الاهلي نادي القرن النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا وفي العالم العربي احنا لعبنا احترمنا النادي الاهلي كلامهم بص يا كابتن عادل كان واقعي جدا احترمنا النادي الاهلي وعشان كده ربنا ادانا هذا الاحترام بان احنا عملنا نتيجه ايجابيه من النادي الاهلي وقدرنا بنتيجه 0-0 ما جاش فينا جوال حافظنا بشكل جيد جدا لكن انت كنادي اهلي مفروض انك انت كمان تبادل الاحترام ده حتى لو النجم كان مستواه اقل
او من الفرق اللي مش متصنفه، لكن انا كنادي الاهلي بحترم كل فريق عشان كده بقدر احط بس وانت حط واحد من الناس اللي واستراتيجيتي. انت عملت كم ميس باص في حياتك؟ ما عملتش الحمد لله رب العالمين، يعني انا ولا ميس باص في حياتي يعني ولا كارت اصفر. اقول حاجه برضو اقول حاجه، يعني انا شايف ان الامر كله طبيعي عادي جدا بالظبط. يعني انا شايف ان الامر من الاهلي كان مطلوب منه ايه امبارح؟ لا يعني كان مطلوب منه، مطلوب منه فرصتي بقى يا جدع، الفوز فرصتي ضايع بقى في النقاط دي فرصتي بقى. كان مطلوب منه الفوز، مطلوب منه الفوز طبعا الفوز. لكن عمل كل حاجه في الكوره والكوره مش عايز تخش، ده واحد. اتنين، يعني سيد المدربين في العالم جارديولا، سيد المدربين في العالم كله، لما مسك مانشستر سيتي قال لهم يا جماعه انا بحضر فرقه كويسه قوي والسنه الجايه هاخد البطوله، وهو سيد المدربين. يعني مانشستر سيتي قالت له ما فيش مشكله اتفضل وخد اللي انت عايزه، مش عارف تقريبا اللي لم تخن الذاكره ياخد رابع ياخد خامس في الدوري الانجليزي. فمهما كانت قدراتك التدريبيه والذهنيه والفنيه وكل حاجه والشخصيه وكل حاجه، لابد ان يبقى فيه متسع من الوقت تعرف كل كبيره وصغيره عن فرقتها، كل واحد في الفرقه دي امكانياته ايه وقدراته ايه، لان في لعيبه خداعه، خداع في التمرين وفي الشخصيه بتاعه التمرين، وفي الماتش الدنيا بتبقى صعبه شويه. انا هنصبر هنصبر يا كابتن سيد. لا انا شايف ان الامر وضع طبيعي جدا اللي بيحصل ده، بالعكس احنا وصلنا. وبقولها مره ثانيه وثالثه، ده رايي الشخصي، يعني الكباتن يختلف والناس في الميديا تختلف، الناس في 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 في, في الشارع تختلف. انا شايف ان انت وصلت ل 95% او 96% من الوصول للهدف الاساسي اللي هو في دوري الابطال، ان انت توصل المرحله اللي بعد كده، تروح مباراه الترجي ربنا يكرمك وتفوز ان شاء الرحمن، مفيش مشكله، بالعكس دي بحاجه كويسه ان انت تطلع اول. ما حصلش ده، يعني لا قدر الله مثلا اتعادلنا خسرنا، انت وصلت للهدف الاساسي اللي هو الصعود، لكن هيتحقق لك حاجات مهمه قوي تناسب المرحله. كابتن سيد انت ما بتجيبش جوان، انا عارف امكانيات اللعيبه، ما بنجيبش جوان او اي حاجه او بيبقى لنا وجود في الملعب الا بالزياده العدديه جوه ال 18. ما كنا موجودين امبارح، يعني انت في الشوط الاول امبارح. انا ببتدي ببطء وببتدي حكسب في اي وقت، وببتدي النهارده اختلاف في الاجناب شكلها، النهارده محمد هاني بكره احمد فتحي، ايه الحاجات القوام الاساسي علامه الاستفهام الكبيره قوي بتاعت مؤمن زكريا. انا زي ما اكون حاسس ان هو ده اللي عندي، عمر مؤمن ما كان كده، يعني ده كان سارق الفرح في كل ماتش وبيجيب لي جون واثنين، ومن مميزاته ومن لذاته ان هو بيحب الحكايه دي. ففي علامات استفهام لازم نقعد مع الراجل ده ونشوف الدنيا فيها ايه، عمل تغييرات عمل حاجات، انما لازم يا كابتن نلعب باثنين في ال 18. ما ينفعش النادي الاهلي دلوقتي، شفت اللي حصل فيا في الاسماعيلي، شفت عندي تجارب في الدوري حصل فيا مشكله لما تعوضت ونزل محمد شريف، وبقى محمد شريف جاب الجون ازاي؟ واقف العدديه، ومروان محسن فين؟ الناحيه الثانيه ناحيه الشمال، وسليف كوليبالي فين؟ جنب مروان محسن اللي هو الراجل، والجول بتاعنا هو اللي بيعمل الثرو باس، واثنين ثلاثه والراجل بيعمل دبل كيك، ما هي لازم الدوشه دي، انت عارف الزحمه والكوره دي لازم هتولد اي حاجه. زي امبارح برضو واحد بيحط الكوره بشمال من فوق العارضه والتاني من غير ده عدم التوفيق، بس لازم يبقى لنا الانياب دي جوه الملعب، لازم الناس تخاف، دي فرقه جايه تتصور معاك زي منانا بالظبط الجابوني، هي دي تختلف عن منانا الجابوني، بل منانا الجابوني اقوى منها. وبعدين انا بكلمك جدول، عندهم انياب كانوا اكتر بينا، بيعرفوا ياخدوا الكوره من نص الملعب يروحوا على الفراوده وعايزين يلعبوا كوره وفاتحين الجيم وعندهم سرعات وكده. الفرقه دي ما عندهاش غير لعيب واحد عايز يرقص ويعمل على النادي الاهلي وشكله خلاص. طيب برضو انا بقول لك بتفكير واحد اشتغل الشغلانه دي شويه، صح؟ لا صح. واحد اشتغل الشغلانه دي شويه، تفكير الراجل مش في مباراه النجمه بس، يعني تفكير النجمه موجود جزء منه بنسبه، لكن تفكير الراجل كان متوزع بنسب، مباراه الترجي، استكشاف لعيبه، عايز اطمن على لعيبه، عايز اخد قرار في لعيبه، عايز ادي تقييمي النهائي للعيبه، عايز اشوف لعيبه، يعني كل ده كان متوزع نسب عند الراجل. وانا مش عايز اظلم كمان يا كابتن سيد، مروان محسن لوحده في فيرويد، ما تنزل جنبه صلاح محسن، انا مش عايز اظلم اللعيبه كمان، ما ممكن يقع منه مروان محسن ويقع منه مؤمن زكريا في السيستم. انا عايز اقول لك السيستم اللي هو شغال ده، السيستم اللي شغال ده انا كجهاز فني لازم اساعد اللعيبه، خليه اللعيب الكويس لوحده بيبان مع اللعيبه الكويسه اللي حواليه، انما اللعيبه مش كويسه اللي حواليه وهم بعاد عن بعض ومفيش ترابط والخطوط جايه، وعلى طول بلعب باثنين متشابهين، اذا كان احمد فتحي وسوليه او احمد فتحي وحسام عاشور او حسام عاشور وسوليه، احنا مش محتاجين الحته دي الا لما نيجي نلعب مثلا تونس في تونس. انا كمان عايز اقول لك يا استاذ، الاستكشاف اللي انت بتتكلم عليه ده خد بالك من ضمن تنظيمات المدرب الفني، يعني لازم الراجل يبقى هو كمان سابق
سابق يعني برؤيته شايف لفتره بعيد. يعني بمعنى ايه؟ ان حتى اعدادي في البرنامج التدريبي يا كابتن عادل انك انت عارف انك انت هتقابل كل 3 4 ايام حمل اقصى، واخد بالك؟ فالكلام ده يبقى انت لازم بتستعد له من خلال الوحدات التدريبيه اللي قبل كده، ان انا عندي في البرنامج عندي انا هطلع هلعب البطوله العربيه مع النجمه اللبناني، مهم جدا ان انا اكسب المباراه دي عشان اسداد ثقه اللي انا اخدتها في البدايه. الثقه دي هتتعكس عليا في مباراه الترجي اللي انا رايح، ويهمني جدا في مباراه الترجي ان انا كمان عايز ابقى اول. النادي الاهلي طول عمره كمان في البطولات الافريقيه يهمه يبقى اول، حته التاني دي لكن حسب الظروف طبعا زي ما انت قلت ان احنا ممكن نوصل التاني. انا شايف ان هو فعلا، لكن عايز اقول لك ان كل استراتيجيه في 2001 مثلا يعني في 2001 ما كناش اول لكن في المجموعه مثلا يعني كنا تاني في المجموعه وفي 2000 اكمل لك مش فاكر يعني 2006 2008 كنا تاني بالظبط لم تخن الذاكره يعني انا عارف انت بتتكلم دايما على اهداف اساسيه بالزبط. ورئيسيه، وفي حاجات فرعيه بتاخدها في الطريق مثلا يعني تاخد بطوله الدوري وتحقق ارقام، يعني فرقه تحقق ارقام لا وتلعب احلى كوره في الدنيا مثلا يعني لكن الهدف الاساسي بالنسبه لك هو بطوله الدوري وتمشي 8 9 كمان. انا النهارده بتكلم على الهدف الاساسي، الهدف الاساسي في البطوله المحليه او البطوله الافريقيه او البطوله العربيه تمام، ان انا بلعب على البطوله. في البطوله الافريقيه انا وصلت ل 95% منه فاطمنت، خدت نفس. البطوله المحليه انا كسبت المصري وتعادلت مع الاسماعيلي وكنت احسن وافضل بكتير جدا، والبطوله العربيه كان لها بعض الاهداف الاخرى اللي هي مش مرتبطه بالنتيجه بس. وانت ما حسيتش وانت بتلعب امبارح انا كمدير فني بماتش نجم لبنان ان انا محتاج ان انا اعمل زياده عدديه وان انا اكسب المباراه؟ خد بالك ولا جاي اجرب لعيبه يا كابتن سيد ثانيه عشان ماتش الترجي او جاي اعمل تغريره كده في الملعب؟ انت مش محتاج، ان دي مباراه مهمه جدا امبارح، ان انا لازم العب الراجل في الدقيقه 82 الفيرود الثاني بتاعي اللي هو المفروض يبقى ساحر، يعني هينزل في الثمان دقايق او العشر دقايق اللي هينزلهم في كل مره بنفس الشكل فين الدافع النفسي اللي انا بديه لعيب زي ده 48 مليون جنيه وانا اللي جايبه ما عادش، وكان ماشي براي انا بره النادي الاهلي كان هداف الدوري وكان جايب 7 اجوان. لعيب زي ده ما هو ده محتاج برضه اعداد نفسي وانك تدخله في الفورمه، لان انت اللي هتحتاجه مش شريف اللي هيحتاجه، ولا ده انت كارديرون اللي هتحتاج اللعيب ده، ولعيب كويس على فكره ما يجيبش جون زي اللي جابه في اعتزال حسام غالي في اياكس، ده بياخد كرة على صدره وبيلف الكرة وعنده النيرف وعنده المرونة وعنده في حاجات احنا ما نعرفهاش، ايدينا مش في الملعب. تدريبه شكله ايه؟ هو مش واخده في لعيبة انت بترضاك، وفي لعيب خداع زي ما انت قلت يخدعك في التمرين وينزل الملعب ما بيعملش حاجة خالص. في نقطة كابتن شريف قالها وكابتن ماهر، أولا ماتش الإسماعيلي احنا الأفضل طوال 90 دقيقة باستثناء خمس دقايق، انت الافضل وفي المصري انت الافضل وفي تاون شيب. لا ماتش الاسماعيلي ده كان بدايه زي ما قال كابتن شريف، اول مباراه الراجل بيستكشف ومنزل تيم، وبعدين من اول دقيقه بتضيع جوال وفي العارضه ومسيطر سيطره كامله، في هزه كده صغيره اللي جه فيها الجول، لكن انت على طول حاططهم جوه ال 18، مفيش حاجه راحت للشناوي خالص في الشوط الثاني الا حاجات نادره. يعني في عدم ترجمه يا جماعه، ما هو في عدم ترجمه. انت عارف في حاجه على كسرين بكرامي ده الناس بترقص بيرد. علشان كده انا خفت كوره كبيره قوي بين الاسماعيلي والنجمه. انا في ملاحظه فنيه يعني 100% طبعا. اتفضل. الاثنين على الاطراف، الفرقه اللي بتلعب قدامك حاطين 10 جوه 18، مش من مصلحتك انك تعمل اوفرات وفي راس حربه واحد. حتى الاوفرات ما فيهاش الاتقان، يعني الاوفر بيتعمل علشان بالنشام بقى، بخلص بنشن على واحد بخلص منه. لا انا الاوفر اللي بيتلاعب لازم يكون رايح لدماغ مروان، رايح لصلاح محسن، رايح لازارو. اذا الكثافه العدديه ديت موجوده يبقى في لازم يبقى في ناصر ماهر علشان يعمل لي باصه، يعمل لي بنالتي، يعمل لي، يبقى في اختراق من العمق. طيب ورغبه اللعيبه كمان يا كابتن، حاجه الثانيه رغبه الاختراق. الكابتن عادل بيتكلم في حته مهمه جدا عن الكثافه العدديه الدفاعيه، فمحتاج زي ما الكابتن عادل بيقول ممكن راس حربه تاني، ممكن في اختراق من العمق. انت بتقوله يا كابتن عندك مهاره ان انا بعمل اوفرات تقدر تستغلها. مفيش حد بيعمل اوفرات في مروان بس. ده النهارده انبي يا كابتن في الدوري العام لعبوا كوره عرضيه كده، كان في مميزات النهارده ان كورتين عرضيتين بجوان وثوابت اثنين كورنر جوان. النهارده بتقابل اي حد بتخش لوحدها، بتخبط الكبسات في اي حد تخش، لا الراجل حاططها ولا ده، هي خبطه فيه ودخل بيها، هو وهي دخلوا فيها. الزياده العدديه احنا اللي محتاجينها يعني لكابتن زي ما بيقول كابتن عادل،
احنا محتاجين يا كابتن سيد، وانا بقولها للمره العشرين وانا قاعد دلوقتي، احنا محتاجين زياده عدديه جوه خط 18، لانك بتجيد بعلي معلول وباحمد فتحي ومحمد هاني العرضيات على طول، احنا اساتذه فيهم دلوقتي، واحنا بنروح زي ما انت قلت بنتحكم في الفرق، بنطلع بنروح على الفرق باستنتاج، بنزهقهم بنقرفهم بنعمل لهم حاله احباط وهم بيلعبونا، بس هو ده اللي احنا محتاجينه. ايه الترجمه بقى يا كابتن سيد؟ الريسيف دور يعني دور الهيد كوتش يا كابتن عادل يا كابتن سيد، اللي هو شايف بقى، شايف سيناريو المباراه اللي تم فيه، الكثافه العدديه اللي كانت باينه في مباراه النجم اللبناني، محتاج اضافه حفظ الالقاب يعني كباتني وكل حاجه. لا انا بكلمك دلالي، لا دلالي ده بتعادل الماتش محتاجه خد بالك، لان انت ما بترحمش الواحد اللي قاعد جنبي الاول دايما، الجمهور امبارح احمد بكر قاعد جنبي بيقول احنا منه ده اللي انت زعلان منه ده قاعد جنبي الكلام ده يعني في حد قاعد امبارح بيقول لي لا انا بقول عايز صلاح محسن ينزل دلوقتي، ايه الفرقه قاعده مستنيه انك تجيب فيها جون. قال لي لا 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 ده هينزله في الدقيقه 85 82، لقيت 82 صلاح. فشوف الفكر بتاع الناس، عرفوا الفكر بتاع الجهاز الفني. اللي انت زعلان منه ده هو ده اللي بيخلي الاهلي نمره واحد. والريال مدريد وبرشلونه كانوا بينافسوا النادي الاهلي من 3 4 سنين كان هو نادي القرن. فاللي انت زعلان منه ده هو ده اللي بيخلي الاهلي نمره واحد، ان التعادل اللعيبه بتبكي بالظبط. طيب انا بحب الواقعيه شويه وبحب ما نعرفش حاجه اسمها تعادل، انا بحب الواقعيه شويه. انا بشوف دايما بفكر بالمرحله اللي احنا فيها ديت، يا تناسبني ولا لا. بفكر في بكره انا عايز منه ايه، ويهمني جدا ان بكره ده لو انا محدد فيه هدف ولا حاجه اوصل له ولا لا. النهارده انا بشتغل، وصلت 5% و10% ولا 20% عشان اوصل لهدفي بعد يومين ثلاثه مفيش مشكله طالما هوصل للهدف ده، وجهه نظري الشخصيه. لكن المرحله اللي احنا فيها ديت انا شايف ان انت محقق حاجات كتير جدا جدا. صحيح كان في تعادل امبارح، ايه المشكله في العالم كله؟ تقدر تكسب ولا لا؟ عندك مقومات المكسب خارجا ولا لا؟ بقول لك كابتن انت لما كنت في المطبخ لسه قريب اول ماتش طالع الجيش، شفت الحكم عمل فينا ايه؟ والمره الثانيه الحكم بتاع ضربه اليد دي اللي قال لك لا مش بنتي، انت عارف الرد قال ايه؟ الحكم نفسه ايه؟ وانتوا يعني النادي الاهلي مستنيين لما انا اجيلكوا بنتي عشان تكسبوا؟ ده انتوا النادي الاهلي. الناس بقى بتتكلم، هو انت محتاج حكم عشان يدي لك بينالتي؟ انت بتوصل نفسك ليه للدقيقه 90 عشان تاخد البينالتي؟ بتوصل. شفت الناس شايفانا عاملين ازاي احنا؟ شوف احنا مين ده مكمل، شوف احنا مين، شوف هم بيتكلموا بيفكروا ازاي معاهم يعني كابتن عادل. ده احنا اللي عودناهم على كده، ده مكمل الفني اللي قالوا سيد، احنا اللي عودناهم يعني على كده. احنا ما بنقولش ان الاهلي وحش، بالعكس احنا بنقول الاهلي فعلا راح وعدم توفيق، لكن ده احنا اللي بنقوله، احنا عارفين النادي الاهلي وعارفين مكانته في كل مباراه بيلعبها بيبقى عايز منها ايه. عملت ايه في لعيبتك بعد طلعت تكمله المشوار اللي انت بتتكلم عليه؟ طوفان بعد كده ما خسرتش بونت بعدها لغايه تاني راوند، ما خسرتش بونت. طيب لغايه افتكر حاجه بسرعه بسرعه في ثانيه. في احد الماتشات الافريقيه في الاستاد كسبانين 3، كابتن حسن كان مدير كوره، الكوره جت لاحد النجوم كبار يعني زود شويه في الترقيصه فاتقطعت، عمل له خصم كبير جدا على الرغم ان انت كسبان 3 والماتش اللي انت في البيت في خارج البيت يعني تضمنه تقريبا، ومع ذلك العقاب كان صارم. ليه؟ لانك انت الجول الرابع ده كان ممكن يضيف ليك مزيد من الاطمئنان. احنا عايزين نحافظ على حته ان احنا ما نتعادلش، دي لازم هنفضل احنا كلنا كده بنحافظ عليها، لان دي قيمه النادي الاهلي. طيب الواقعيه دي بقى ما دام الحوار ماشي كده يعني برضو هقول لك كمسؤول، ممكن انا اعاقب واحد وانا كسبان 5-0 وما عاقبوش وانا متعادل 0-0. ليه؟ لان ممكن هو 5-0 يبقى فيه نوع من الدلع من الاستهتار من عدم المسؤوليه، هو 5-0 صح. انا بتكلم على المبدا، واحد في 0-0 مثلا عمل اللي عليه عمل عليه، ففي وقت انت بتحتاج ان انت تعاقب رغم ان انت كسبان، وما تعاقبش رغم ان انت بتعادل او خسران. ففي حته فيها استمراريه، سوري استهتار، دلع، يعني عدم اهتمام في جزء حتى لو كسبان، وممكن في وقت تاني حتى لو خسران او متعادل لا. سيب من اللاعبين، انت بتدير وظيفات واجبات دفاعيه واجبات هجوميه ما ادهاش والفرقه كسبت 5، ياخد مكافاه عاديه؟ لا اهو كده، برافو عليك طبعا، مدير كوره 100 100. صباح الفل عليك. على العموم مكملين معاكم، وبفكركم ان بكره ان شاء الرحمن في جزء من حلقتنا بكره هيبقى مهم جدا، وخصوصا في البدايه. بكره ان شاء الرحمن من الساعه 10 هنبدا بعد مباراه المقاولين، بكره ان شاء الرحمن في الدوري المصري، بكره ان شاء الله هنطلع من الساعه 10. استنونا بكره هتبقى مهمه جدا، احنا مكملين معاكم النهارده لكن بنوه على يوم بكره، لان ان شاء الله الرحمن هيبقى يوم مهم قوي، هتبقى البدايه معايا ان شاء الله، وبعدين هنكمل ماتش الدوري او مباريات الدوري. نطلع فاصل وكابتن ماهر وكابتن شريف عبد المنعم.
طيب عشان ننقل لأولى مباراة الأسبوع الثالث النهاردة اللي أخذت منها خمس مباريات وهنتكلم مع كابتننا الكبار فيها كابتن عادل وكابتن ماهر وكابتن شريف عبد المنعم. يبقى بس إن احنا نأكد إن فرقة النادي الأهلي أو بعثة النادي الأهلي مسافرة بكرة إن شاء الرحمن بالسلامة زي ما قلت. وجهة النظر الشخصية يعني الناس تتفق تختلف. الأهلي حط رجل كبيرة جدا جدا في الدور الثاني في أو دور الثمانية يعني من خلال ان هو مجمع 7 نقاط او عنده 7 نقاط. صحيح الترجي عنده 10 لكن هو عنده 7 نقاط. كامبالا سيتي عنده 3 نقاط. تاونشيب عنده 3 نقاط. الامور كلها رايحه في اتجاه الترجي والاهلي. الاهلي عنده اكتر من هدف في مباراه الترجي. يكسب بالتاكيد يبقى اول. ما كسبش لا قدر الله ولا حاجه يبقى عنده فرصه ثانيه في مباراه كامبالا سيتي ان هو ياكد على الصعود. الموضوع مش محتاج تنشنه ولا توتر ولا عصبيه ابدا ابدا. موضوع بسيط جدا جدا. موضوع سلس جدا ومفيش اي مشكله. المهم الدور اللي بعد كده تطلع اول وبعد كده تلعب مع فرقه مصنفه تاني. صحيح المفروض انها تبقى اسهل شويه لكن في النهايه البلاد الافريقيه او الفرق الافريقيه ما بقاش فيها سهل وصعب. لا انا عندي ان انا اكون مستعد كويس جدا جدا وانا اول او تاني. المهم ان انا اروح وانا كامل الصفوف كامل العدد. يا فرحتي ان انا بقى اول ولا قدر الله مثلا يعني غايب مني 7 8 9 لعيبه وبقابل فرقه تصنيفها الثاني صحيح لكن عندها من المقاومات والقدرات ان هي تتفوق ولا حاجه. لا انا اروح وانا تاني ما عنديش مشكله يعني اروح في دوري المجموعات وانا تاني بس كامل الصفوف حتى لو بقابل اي فرقه مازيمبي الوداد ايا كان. لو كسبنا خير وبركه ما كسبناش احنا حطينا يعني رجل كويسه جدا في المشوار الافريقي او تكمله المشوار الافريقي. البعثه زي ما قلت لحضراتكم افرادها وهيبقى رئيس البعثه كابتن محمود الخطيب رئيس النادي. كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته اللي جايه اللي هتبقى يوم الجمعه ان شاء الرحمن وهنبقى قبليها هنا هنغطيها ونتكلم عليها باذن الله. نروح لمباراه الدوري كابتن عادل كابتن ماهر كابتن شريف عبد المنعم. استاذنك كابتن عادل هنبدا بكابتن ماهر دلوقتي عشان مباراه الداخليه والانتاج الحربي بما انه الراجل من العناصر الأساسية في الإنتاج المتحدث الإعلامي للإنتاج الحربي. الإنتاج ماشي ما شاء الله زي الصاروخ كابتن مختار ماشي زي الصاروخ. قلت لك الأسبوع اللي فات مركز جامد مركز قلت لك الأسبوع اللي فات هو بيركز 9-10 أسابيع كده وبعد كده خلاص الدنيا لا لا المرة دي إن شاء الله لا القدرات بتفرق نهاية الموسم القدرات بتفرق بإذن الله يعني زي ما قلت لك يا كابتن سيد يمكن الحلقة اللي فاتت إن الإنتاج طبعا في تركيز بشكل كبير جدا من مجلس اداره بنحييه من خلال فتره تمسكه للسنه الثانيه على التوالي بالكابتن مختار مختار الاداره الفنيه. ودي من ضمن الحاجات يمكن الفرق اللي عندها ثوابت يا كابتن عادل السنه دي وحتبان بشكل جيد يمكن الانتاج الفرق اللي باقت على الجهاز الفني. ودي مهمه جدا يا كابتن عادل ان الجهاز الفني ياخد حريه في الانطلاق. سنه واحده في التدريب ما تكفيش. السنه الثانيه بيبدا يتعرف بشكل كبير جدا على كل الجوانب اذا كانت فنيه بدنيه تكتيكيه حتى النواقص حتى اختيارات اللاعبين. بعض اللعيبه اللي يمكن رحلت عن الانتاج الحربي الكابتن مختار بخبرته ووجوده في الدوري الممتاز قدر يجيب اللعيبه اللي هو اشتغل معاها قبل كده او اللي شافها من خلال الدوري الممتاز ويتعاقد معاها عشان تبقى ورقه بديل او ورقه من بدايه المباراه تفرق معاه بشكل جيد. فانا بحيي مجلس اداره على ان هو صبر على كابتن مختار للسنه الثانيه. كابتن مختار كشخصيته بقى كمدير فني احنا شفناها يمكن في جميع المراحل اللي اشتغل فيها يمكن انديه الدوري الممتاز كان بيحقق نتائج وشكل مهاري وتكتيكي وعلى مستوى عالي جدا. كابتن مختار كان يهمه المباراه دي مباراه بمنتهى الصعوبه بينه وبين الداخليه. يمكن مباراه الداخليه كابتن على ملعبها من الفرق الصعب جدا. اولا كمين ملعب الداخليه كمين لاي فرقه بيعرف علاء عبد العالي يستغله بشكل كبير جدا في كل الجوانب بالنسبه للهواء او حاجات الملعب ضيق يقدر في الضغط او الانتشار يقدر يسيطر على معظم الفرق. ويمكن علاء بيقدر يجمع بناط من خلال ملعبه وفي وسط جمهوره. لكن مختار كان اعداده الذهني لهذه المباراه درس الداخليه بشكل كبير جدا شافهم اكتر من مره. بدأ بالتشكيلة اللي هو بيبدأ بيها بقى له مباراتين ودي حاجة بتحسب للإنتاج الحربي. الثبات اللي عليه التشكيل اللي هو عامر في حراسة المرمى ناحية اليمين عبد الرحمن ويمكن أحمد شيد قناوي ناحية الباك ليفت معاذ الحناوي قلبي الدفاع ووهاب اللي هو راجل الأفريقي اللي هو أحرز الهدف في الدقيقة 43 عنده 3 في نص الملعب بيربط مع شديد محمود حمادة من ناحية الشمال وبعدين احمد ديودار اللي هو اضافه اضافه جيده في المباراه حتى يمكن السابقه لعبه هاف ديفندر لان هو بيجيد الجزئيه ديت وفي نفس الوقت ديودار اكتسب خبرات كبلاي ميكر يقدر كمان يغذي المهاجمين بالنسبه له
غنام محمد في ناحيه اليمين وعنده ثلاثي هجومي يمكن موسى ناحيه الشمال ومحمد رجب كراس حربه وجيمس كناحيه اليمين. الثبات ده كابتن سيد واضح قوي من خلال بدايه المباراه ان هم ضغطوا على فريق الداخليه، واضح قوي الانتشار من خلال الملعب بالنسبه للمراكز. اعتمد الكابتن مختار على الهجمات اللي فيها تنظيم من ناحيه الشمال شديد قناوي ومحمد حماده وموسى في الناحيه الهجوميه، ناحيه اليمين عبد الرحمن واحمد وغانم غنام محمد وجيمس، واجادوا الاختراقات بشكل كبير جدا وعملوا خطوره يمكن على فريق الداخليه. الشوط الاولاني يمكن كان استحواذ حوالي اكثر من 60% لفريق الانتاج الحربي اكثر من الداخليه. خلال الكور الثابته اللي قدر يستغلها كابتن مختار كان كره من ناحيه اليمين في الدقيقه 43 مودي الباك رايت عملها بشكل كبير جدا في الحته المؤثره بين 6 يارد وبين ضربه الجزاء، نط طبعا او وسب وهاب اللي هو قلب الدفاع الوافد الجديد على الانتاج الحربي اللي كابتن مختار كان مكسب بالنسبه له مكسب كبير، اللي كان عنده مشكله في الحته دي من السنه اللي فاتت، قدر وهاب ده اللي هو المدافع الافريقي ان هو يعني يحلها بشكل كبير جدا بضربه راس جميله يسجل الهدف الاولاني في الدقيقه 43. حاول بعد كده الداخليه انه يعوض لكن خلص الشوط الاولاني سيطره ميدانيه من الانتاج الحربي. الشوط الثاني حاول بقى علاء عبد العال انه يضيف بعض التغييرات الهجوميه من حسام باولو على اساس ان هو يعوض نتيجه المباراه، لكن طبعا التنظيم اللي عمله كابتن مختار من ناحيه تقارب الخطوط الثلاثه في نص ملعبهم وهم بيدافعوا بشكل جيد قفل كل مفاتيح اللعب الموجوده على فرقه الداخليه. اعتمد على الحاجات اللي فيها كونتر اتاك لان بقى عنده ثلاث مهاجمين، يعني كابتن مختار نزل راجل المهاجم الثالث اللي هو ويليام، بقى ثلاثه مهاجمين قوه ضاربه لخط هجوم الانتاج الحربي. في اخر في الدقيقه 85 كان ممكن الكابتن مختار يخلص الجيم بكوره كانت مباخته راحوا فيها يمكن 3-2، لكن طبعا يمكن سيطره جيمس على الكوره في اخر لحظه ما كانتش مظبوطه، ضاع هدف ثاني للانتاج كان ممكن يقضي بيه على المباراه. محاولات من علاء عبد العال في اخر دقيقه يمكن ضربه راس جميله من حسام باولو كانت ممكن تبقى هدف التعادل، لكن عشان تنتهي النتيجه ب 1-0 لصالح الانتاج. كان يهم كابتن مختار انه يكسب هذه المباراه. بنحيي طبعا الانتاج على الاداء وعلى النتيجه وبنقول لعلاء عبد العال هارد لك للداخليه، وده بيدي ثقه للانتاج. زي ما قلت لك الانتاج يمكن الكابتن مختار اتكلم بعد المباراه وقال كانت مباراه صعبه جدا، الجو كان حر، الملعب كان ضيق، الداخليه صعب جدا انك تكسبها في ملعبها، لكن الثلاث نقاط مكسب لينا يحطونا في الاستراتيجيه اللي احنا بنسعى ليها، هو يمكنها السنه اللي فاتت السابع على الدوري، يهمه انه يحافظ على المكانه دي يا كابتن عادل كابتن شريف كابتن سيد، او كمان يزيد على الترتيب، ودي حاجه تحسب لفريق الانتاج الحربي مع جهازه طبعا كف الكابتن مختار مختار. على الجانب الاخر كابتن عادل يمكن الداخليه خلاص اتكلمنا على الانتاج وكابتن مختار ياخد حقه زياده لان هو مش واخد حقه اعلاميا الحقيقه، يعني واحد من المدربين الممتازين جدا جدا في اخر 5-6 سنين يجي في المرتبه الاولى دايما او في التصنيف الاول دايما للمدربين، يعني حتى مهما كانت الفرقه كان ماسك الاتحاد عمل معاهم شغل رائع جدا، مسك الانتاج الحربي السنه اللي فاتت نقلهم نقله فنيه ممتازه جدا جدا، يعني بيتكلم برضو في عدد من اللعيبه الماديا او القدرات الماديه عنده محدوده او بتتكلم في ارقام معينه ما بيتعدهاش وما بيتخطاهاش، معاه جهاز فني على مستوى عالي جدا سواء كان كابتن عبد الله رجب او كابتن محمد عبد الله، عناصر شابه كلها اسامه محمد، يعني الناس بتتكلم في عناصر كلها جيل حفظوه كمان حفظوه الشغل، يعني يمكن مجدي عبد العاطي مثلا هو اللي كان موجود قبل كده وهو سابه وراح بقى خد طريقه كبر بقى خلاص. على الجانب الاخر بقى الداخليه، يعني الداخليه من الفرق اللي دايما بتعمل ماتشات كويسه دفاعيا على المستوى الدفاعي. الملاحظ في الوقت الحالي ان اول 3 اسابيع للداخليه كلها ده جا فيها جوال، يعني كانت بتلعب مع وادي دجله تعادلت 1-1، كان بيلعب مع حرس الحدود كسب 2-1 لكن دخل فيه جول، النهارده بيلعب الانتاج الحربي خسر 1-0، الثلاث مباريات كلها دخل فيها جوال. اللي اتغير في الداخليه رغم انها فرقه من الناس اللي هي طبعا كابتن علي عبد العال وكل الناس اللي قائمه عليها، لكن كان صعب تروح لمرمى الداخليه حتى وهي بتقابل الكبار سواء كان الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي. فتكمله للكابتن ماهر، كابتن مختار بحي مجلس اداره الانتاج الحربي لانه مش ماضي سنه واحده مع كابتن مختار، ماضي معاه سنتين، يعني السنه دي الموسم ده والموسم اللي جاي. ولاد النادي الاهلي ما شاء الله عدد كبير جدا منهم بيدربوا في الموسم هذا الموسم الماضي. علاء الحقيقه وهو كابتن مختار بداوا المباراه بنوع من الحرص الشديد جدا
كان في سرعة ارتداد غير طبيعية، الهجمة بتتعمل بشكل جيد جدا ثم سرعة ارتداد من الطرفين على طول بيروح ساحب فرقته بحيث ان الكرة تبقى دايما باستمرار قدام المهاجم ما بتبقاش وراه. الفترة دي قعدت 45 دقيقة، كابتن مختار استطاع من خلال كرة ثابتة، ودي العنصر اللي حضرتك سألت السؤال بتاعك انه دايما الكور اللي بتخش في داخلية من كور ثابتة، وده نتيجة ان الاثنين قلبي الدفاع عندهم نوع من انواع عدم التمركز الصحيح، على الرغم من ان كابتن علاء كان اصلا في النادي الاهلي من الناشئين وكان بيلعب قلب دفاع. الحتة دي فيها يعني الجول جه نتيجة انه الراجل بتاع الانتاج طلع والاثنين واحد قدامه واحد وراه، الاثنين ما خدوش الكورة، لعبها طبعا في الزاوية البعيدة. الشوط الثاني برضو كان نفس الأداء، التمركز الشديد جدا، عملية سرعة الارتداد. طب معلش مش عاد النقطة دي، السؤال اللي حضرتك أشرت ليه لحتة الكرة الثابتة، حضرتك كمدير فني تحب وانت بتمسك في الكرات الثابتة بس ضربة ركنية ولا حاجة تلعب مان تو مان، يعني بتقول له انت مع فلان وده مع فلان وده مع فلان، ولا بتقول اللي يجيلك امسكه، يعني انت من أنصار ايه؟ انا في دايما بلاقي ببقى حاطط لاعب حر، لاعب حر بحيث ان لو حصل نوع من يبقى فيها نوعين، لاعب حر وفي مان تو مان. اللاعب الحر ده لو حصل انه حد حصل خلل من ادائه في عدم التمركز او انه حصل نوع من السرحان ما راحش للراجل، يبقى ده نوع بيغطي على الزميل اللي حصل فيه الخلل. دايما من السنه اللي فاتت واللي قبليها دايما القلبي الدفاع في نادي الداخليه بيتسببوا يا اما في ضرب جزاء يا اما في هدف. برضو الماتش ده نتيجه الخطا من كره ثابته حصل الجول. الشوط الثاني الحقيقه علاء عمل تغييرات رائعه جدا، ما كانش فيه توفيق، يعني في راجل اظن برازيلي او هندوراسي حاجه كده اجنبي ضيع جول لا يمكن يضيع، يعني تقريبا ياردتين ثلاثه وعملها باكورد، والحقيقه الجول بتاع الانتاج الحربي عامر الحقيقه كان موفق جدا فيها، زي ما قال الكابتن ماهر برضو الكره في الدقيقه الاخرانيه حسام باولو راس الحربه اللي بيعتمد عليه علاء، الحقيقه انا ما اعرفش صبر عليه يعني يمكن فتره كبيره جدا حتى نهايه المباراه ما بيغيروش. طب انا حسام باولو لما بينزل ده راجل وهو من انصاف الفرص بيجيب اهداف، يعني الماتش اللي فات اللي كسبه 2-1 هو اللي نزل في ربع وجاب جول حلو قوي راجل هداف دوري 3 4 سنين رجليه عارفه الجول فين، فانا ما اعرفش ليه بصبر ان انا بنزله في وقت يعني حتى لو مش فت، مجرد ان اي حاجه بتعمل جوه ال 18 بيستطيع ان هو يجيبها. سالوه السؤال ده هو وانا جاي على الراديو رد، قال طبعا انتوا عارفين ان كل مدير فني وليه فكره واعداداته بالنسبه للاعبين بتاعه واستخداماته لكل اللعيبه اللي عنده، فهو غطى حكايه حسام باولو ان هو ما بيلعبش بالقوام الاساسي ليه، ما انت هو اللي كسبك على فكره كابتن الاستوديو هو رد يعني حسام كابتن عادل حسام ممكن يبقى في الحته الجهازيه مش كامله قوي في السن برضو، يمكن عنده مصطفى عزت صغير في السن ومتحرك وسريع وبيعمل خطوره، فيمكن ده الفرق اللي هو عايزه يعني، او يقول لك انا ممكن انزل حسام باولو في اخر ربع ساعه ثلث ساعه اخد منه الحته ديت، تكون الحته البدنيه بالنسبه للفريقين يعني هبطت شويه فتتساوى الحته البدنيه اللي عنده حسام مع باقي اللاعبين، لكن في الاول بتبقى محتاجه ممكن يكون في دماغه كده ممكن يعني. طبعا وجهه نظر تحترم، انما الاسلوب التحليلي اتعمل عشان نقول وجهه نظر يستفيد منها المدير الفني. طبعا المدير الفني لما يسمع كلامنا جايز يقتنع انه حسام باولو لو لعب الهاف تايم الثاني كان هيكون افضل من راس الحربه اللي هو لعبه، هو لعب راس الحربه الشوط الثاني. راس الحربة مش الحقيقة مش حسين مش فاكر عند حضرتك الأسماء، حسين رجب ومصطفى عز الدين. حسين رجب ومصطفى عز الدين راجل أظن رقم 9 طويل، راجل طويل ده رقم 9 أظن ده يعني طول المباراة سلبي جدا لدرجة إن في حد من زمايله يعني كل ما يديله الكورة تتقطع منه، كل ما تديله الكورة تتقطع منه، فأنا بقول لعلاء علاء أنت عارف لعيب كان علاء عندنا في النادي وأنا دربته، يعني أنت صبرت كتير عليه يعني مش موفق النهاردة، حسام لو نزل في الوقت اللي أنت ضاغط فيه وطبعا كابتن مختار في الدوائر الاخرانيه كان بيلعب على المرتد، انت محتاج لواحد الولاد بيوصلوا على الاطراف كويس وبيعملوا باصات في العمق، عنده ولد في نص الملعب افريقي كل ما بيروح في حته بيدوها له، يبقى اذا في تعليمات من علاء ان كل كوره بتاخدها تديها للراجل ده صانع لعب، فعلا بيعمل تمريرات مؤثره جدا وقويه جدا، انت مش محتاج من حسام انه يرجع يدافع، انت محتاج من حسام انه اللمسه بجول، يعني حتى لما نزل في جول لا يمكن يضيع،
الولد راس الحربة تسعة ده رجعها له، راح عاملها بطن الجزمة جنب العارضة، يعني استحالة استحالة كانت تضيع، استحالة دي الفرصة الوحيدة. إنما فرصة في كل دي اهم واحده جت له حطها ببطن رجله حلو قوي جنب العارضه. هو لو عملها هو في العارضه وعملها هو كابتن كان هو حظه حظه حظ. عشان كان بس في الولد في مشاركه معاه وهو بيحطها، كان في مشاركه معاه والكره اللي بتهد في الاخر اذا بنقول لعلاء هارد لك لانك انت الشوط الثاني اديت مباراه قويه جدا، لكن كمان بنهني الكابتن مختار ان هو بيتصدر الدوري مع سموحه. نقول له الف مبروك للاداره واللاعبين والجهاز الفني والجهاز الطبي والاداري. والحقيقه مباراه كانت ممتعه من الطرفين. اوكي، هو ثلاثة دلوقتي عندهم سبع نقط، يعني سموحه عنده سبع نقط والانتاج عنده سبع نقط وبيراميدز كمان عنده سبع نقاط. يبقى كده كابتن مختار وصل للي هو عايزه. اكيد وصل اللي هو عايزه طبعا بالثلاث نقاط، حتى في في ثلاث مباريات والثلاث اسابيع واصل برضه ما خسرش ولا مباراه لحد دلوقتي، احرز من الاهداف او كل المباريات اللي لعبها لحد دلوقتي احرز فيها اهداف، عنده من الاهداف اربع اهداف عليه هدفين، هدف في حرس الحدود وهدف في بيراميدز. نروح للمباراه اللي بعد كده يا كابتن شريف. يلا. المباراه الثانيه كانت يعني ما بين بتروجيت والمصري، هي كانت مباراه بتروجيت، تعرف ان المصري بيلعب دايما على برج العرب، والتعادل الايجابي 2-2 وكانت من امتع المباريات النهارده كمان. هي مباراه سريعه جدا يا كابتن. هو النهارده في تشابه في المباريات في الاهداف. اوكي. يعني هنلاقي في جولين جم من الكورنر. وجولين جم من الفولو. اوكي. يعني محمد فييرا ده جايب كوره من الفولو وهي بتتشوط ناحيه ثانيه فهو بيكمل حصل من العرضيات كمان هدفين من العرضيات اللي هو هدف انبي وهدف للمصري. في مدربين يا كابتن بيبقوا زي ما انتوا اتكلمتوا كده على علاء بعال وهو بيريح لعيبه معينه ممكن يبتدي بيها اللي هو الشكل القوام الاساسي. لا، حسام حسن رجع النهارده للقوام بتاعه اللي هو عبد اللطيف جريندو واحمد جمعه بدا واسلام عيسى واحمد شكري عبد اللطيف جريندو المجموعه دي وعمرو موسى وفريد شوقي، المجموعه دي ما كانش بيبتدي بيها هو من اول موسم. فتوسمنا النهارده ان النهارده هيبقى فريق المصري هو الفريق الطبيعي اللي احنا شفناه السنه اللي فاتت، وبنشوفنا التحركات بتاعته وشفنا التناغم والانسجام بتاع اللعيبه دي مع بعض، برضو بنلعب مع بعض كتير، احنا بنحفظ بعض، بنعرف كل لعيب بيتحرك ازاي، عنده ثقه ان اللعيب ده هيلعب الكره دي عرضيه امتى، هيديني الوان تو امتى، بيبقى فيه الشكل ده. كان ليهم الحظ وجابوا اول هدف من الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها، الاصرار على التواجد في خط ال 18، حتى الكوره ما كانتش رايحه لاسلام عيسى، ده هي دربكه ما بين دربكه وراحت رايحه هو مظبوط، راحت لاسلام عيسى بكل فكر وبكل تنفيذ هو ومصمم وجاي عنده النيرف وراح حاططها جول كويس قوي. الوقت اللي احنا بنقول المصري جاب فيه جول كان فرقه بتروجيت متحكمه في اداء الملعب في ثوابت الملعب، موقفين له ناس على الاطراف، مخليين المصري خلينه بعيد عن بعض، مش مخلين في الجماعيه بالنسبه للمصري زي ما احنا مش قادرين نشوفها، احنا بنشوف فرديات على قد اسماء اللعيبه اللي احنا طرحناها دي اللي موجوده. ما كانش فيه عدم ثقه في فرقه بتروجيت، لا، طارق يحيى باسس فيهم كل الثقه، بيخش جوه المباراه بيضيع اهداف الى ان تعادل بالجول اللي هو نفس الطريقه بنفس الشكل التواجد في خط ال 18 واللعيب راح داخل عاملها محمد فييرا ومكملها. الكلام ده كان امتى؟ فالدقيقه حاجه 40، يعني انا ممكن اخرج خسران 1-0 يا كابتن، وممكن تفرق كتير قوي ان انا داخل متعادل ومضيع جول كمان بعد كده بتروجيت وماسك الكره واللعيبه عندها ثقه. الراجل بيكلي ده اول ما بيستلم الكوره بيديهم ثقه انه ما عادش هيعمل. عايز اقول لك بيكلي واحفظوا الاسم ده كويس. احمد عبد الرحمن زولا ده، احمد عبد الرحمن زولا ده رقم 7 بتاع بتروجيت، واحد من الناس اللي هتبقى نجوم السنه دي، نجوم من نجوم الدوري. انت قلت الحلقه اللي فاتت كده كمان ظهر واحد كمان جديد يا كابتن عادل، عنده سرعه وعنده روغه وعنده اللي جاب الهدفين لعب الافريقي كمان النهارده كان قنبله. يعني هو لعب النهارده بدول وما نزلش بلالا، مصطفى لالا ما لعبش بيه، نزله بعد كده تدعيم. فهو برده شفت الفكر، انا كطارق يحيى بتعرف النهارده على اللعيبه، الكلام اللي احنا بنتكلم فيه بيتعرف على لعيبته، بيتعرف الشكل ده هاخد منه 40 دقيقه 30 دقيقه. في نجوم كبيره قوي كانت في النادي الاهلي السنه اللي فاتت قاعده يخضوا بياخدوا 40 دقيقه وبياخدوا 30 دقيقه وبيعمل لك الفارق لما بينزل، وبيعمل لك التعويض وبيخليك انت من 1-0 2-0 تبقى 3-4 وبيخلي لك الكوره سهله والتصاعد بتاع الحاله البدنيه. كل ده النهارده حصل في مباراه المصري وبتروجيت، فضلوا الاثنين يلعبوا بعض، ده يصطاد فيه ده جول وده يعوض منه جول لاخر لحظه، ما كناش عارفين مين اللي هيكسب في الفرقتين الحقيقه. انما الحقيقه انا بحيي بتروجيت
لان عندهم الثوابت في الثلاث مباريات اللي لعبوا. ما شفتش اختلاف. عارف ان اول جول النهارده يدخل فيهم في الدوري اول جول يعني اول جول كان عيسى والجول الثاني طبعا لهرزه محمد جمعه لكن ما حصلش اي كده. انا حسيت ان اللعيبه برده عندها ثقه في نفسها. ايه يعني دخل فينا جول؟ ما احنا جبنا الماتش اللي فات بيكلي ده ما جايب جولين الماتش اللي فات مظبوط. فالفرقه دي انا عجباني ليه؟ شاربه المدرب بتاعها محفظهم الطريقه. وانا عارف هو بيمرن زينا اللي هو بيقفل عليهم نص الملعب في الضغط وازاي بيضغط وازاي بيهاجم وازاي يضغط وازاي يطلع الديفنس من الغيبوبه على طول. الديفنس بتاعه صاحي مفيش مشكله عنده. فانا مش بتحرف مش ولا تريح يعني. بتحرف انت ولا تريح يعني؟ لا طارق حبيبي يعني. طارق بسالك سؤال بس يعني لو متواضع في ايام مفترجه ما بلاش الايام دي انا ارد عشان شريف كابتن طارق يا احمد مساء الفل. كل العرض ازيك يا حبيبي الله يخليك. يا عم طارق قلت لي هكلمك اما قلت لك هتتعادل مع الزمالك وهبعت لك فين يا عم؟ تحيات كابتن عادل. تحيات كابتن عادل الطعيم وكابتن ماهر همام وكابتن شريف عمنا لحضرتك. مبروك كابتن مصر كلهم نادي الاهلي منورين. كابتن شريف وكابتن عادل كابتن ماهر منورين. وبعدين شريف الاحرف يا سيد انت بتتكلم في ايه؟ احرف ايه يا عم؟ ايه الاصل ايه هو الاصل؟ حبيبي يا طارق مبروك يا طارق. الله يخليك يا شيخ والله مبروك على الاداء يعني. فكان لك جونين قبل اي حاجه قبل ما نخش بالامور الفنيه طبعا التحليليه لمباراه النهارده وكل المباريات السابقه معاك يا كابتن طارق. فكان لك جونين كده جول في الاهلي محظوظ انت فيه اساسا انت حاطط بطن رجلك يعني في نص الجون بس جاي الجون مش مشكله والثانيه رقصت كده وعملتها لكابتن جمال عبد الحميد تقريبا يعني. طب الجون اللي انت جبته في نص الملعب ده مش محظوظ فيه؟ انا؟ بتاع صفاق ده ما يا عم انا عايش على ايه؟ انا عايش على الجون لعبته كل حاجه فيها توفيق يعني. انا رحت له ماتش قبل ماتش الزمالك اول ماتش تقعد تتعادل 1-1 يا ريت ولا بالهوا لابسها كان هيكسب ماتش الزمالك لو الولاد ضغطوا شويه. طب بص تتفق وتختلف مع كابتن طارق يحيى لكن في النهايه ده انا انت لو قدامك تلفزيون لازم تجيب قناه الاهلي. طبعا انت جايب قناه الاهلي ليل نهار عندك فقناه الاهلي بالظبط قناه الزمالك هو الجون بتاعك فلو هتشوف هتلاقي الجون اللي انا بتكلم عليه بتاعي ده. كابتن حسام كابتن طارق يعني انت من الناس اللي هي يعني ممكن في بعض الاوقات طبعا يبقى معاك فرقه ومعاك ادوات ما تساعدكش على اخراج كل اللي عندك فنيا وفي بعض الاوقات بتبقى موفق وخصوصا كمان انا بقول للمدرب لو هو اللي اختار طبعا لو اختياره ده لو رايح في حته مش الاهلي او الزمالك لو هو رايح في مكان بيساعدوه ان هو يختار من البدايه كابتن عادل كابتن ماهر كابتن شريف وعنده متسع من الوقت ان هو يشوف اللعيبه بشكل كويس وبعدين يقول لك لا ده انا محتاج البوزيشن ده لا البوزيشن ده عندي في عدد كافي لا فلان طالع من تحت لا انا هرتب اموري بالشكل ده الحاجات الادوات اعتقد انها توفرت لكابتن طارق يحيى السنه دي من حيث الوقت ومن حيث الاختيار. بالظبط يا سيد كلامك مظبوط. يمكن احنا جينا في يناير اللي فات حطينا ايدينا على كملنا الموسم الحمد لله قعدنا في الدوري كانت الفرقه صعبه جدا 17 بونت في الدور الاول وكنا في المركز متاخر قدرنا نحصل حوالي 24 او 22 23 بونت الدور الثاني قعدنا في الدوري بشكل مش وحش قدرنا نحط ايدينا على بعض الاماكن وبعض اللعيبه اللي نقدر نستقطبها بشكل كويس. بدانا بدري جدا انا بدات في 15 رمضان ده اداني وقت متسع ان انا انقي اللعيبه براحتي ان انا احاول بقدر الامكان ان انا اختار الاماكن اللي انا محتاجها وقدرات اللعيبه كمان اللي انا عايزها والحمد لله وفقنا بنسبه 80-90% في اختيار اللعيبه مميزه. اعتقد ثلاث ماتشات متلاعب الزمالك اسماعيلي مصري ده مربع ازاي السنه اللي فاتت وتعمل هذه النتائج معاهم والاداء والعروض العروض العروض والاداء والاداء وتبقى انت اقرب للمكسب في ثلاث ماتشات يعني احنا اقرب من النهارده من مصري واقرب من الزمالك واقرب من الاسماعيلي فده حاجه تحسب طبعا للجهاز الفني واللعيبه ومجلس الاداره. مفيش شك كان عندنا وقت فعلا زي ما انت قلت يا كابتن سيد انتجام الحمد لله بفضل الله برغم ان اللعيبه النهارده خلي بالك اثنين لعيبه فقط من الموسم اللي فات السنه والماتش اللي فات كان لعيب واحد واللي قبليه كان اثنين لعيبه فانت بتتكلم في ثمان لعيبه جداد على التيم ومع ذلك انت معجب بالاداء كابتن شريف معجب كابتن عادل معجب كابتن ماهر همام فانت بتتكلم في هارموني وانسجام جه بدري ليه؟ ان انا بدات بدري وقدرت ان انا استقطب اللعيبه اللي تقدر تنفذ فكري ودماغي اللي انا عايز العب فيها فالحمد لله وفقنا بشكل كبير واعتقد الاداء والنتائج وايضا النقط اللي خدناها من اربع مباريات في منتهى القوه يدينا مؤشر جيد ان شاء الله ان احنا هنعمل موسم كويس ان شاء الله هذا الموسم باذن الله. ثقه كمان انت عندك ست نقط
عندك ست نقط. ست نقط والله شريك، كان ممكن يبقوا 9 نقط وكان ممكن يبقوا 10 نقط، لكن بنقول الحمد لله والشكر لله ان انت على الاقل على الاقل لعبت 3 مباريات من اقوى ما يمكن مع مربع اذا ما اتغلبتش، وفي نفس الوقت كسبت مباراه. فدي الى حد ما الى حد ما بصانا شويه، لكن احنا زعلانين على الاهداف اللي ضاعت وعلى النقط اللي راحت مننا، لكن ان شاء الله باذن الله اللي جاي يبقى يكون احسن ويكون افضل ان شاء الله. طيب اشرت لحته الانسجام من اكثر المراكز في الملعب اللي بيبقى صعب. مش عايز اقول فيها صعب الانسجام، بيبقى محتاج استمراريه او لعب مع بعض كتير الاثنين الديفندر اللي موجودين في نص الملعب. حميد وماول اللي انت جايبه ده واكتشافك ده واحد من الناس المميزه جدا السنه دي، وبحييك كمان على زولا ده لو استمر بالشكل ده وحصل له تطور في ادائه بالشكل ده، اعتقد انه واحد من الناس اللي هتبقى نجوم السنه دي في الدوري الممتاز. كمان حارس المرمى، يعني حارس المرمى ده عامل دور رهيب جدا معاك، حارس الاساسي اتعور قبل قبل ليله المباراه بتاع الزمالك بتاع الزمالك هو يمكن بونجا والعفو. وفيها كابتن طارق كمان محمد فييرا ده النهارده فييرا اكتشاف، ايه الحكايه ده؟ برافو، سرعه وقوه والنهاره. النهارده انا فاجئت الجهاز الفني بمحمد فييرا، هم كانوا معتقدين ان انا على عبد الله. طبعا احنا ما كانش عندنا وقت نتمرن على التكتيك اللي هنلعب بيه غير يوم واحد اللي هو امبارح في اسكندريه فقط، لان قبل كده انا كنت عامل استشفاء يومين للولاد اللي لعبوا الماتش كامل، فطبعا الاستشفاء ما ادانيش افضليه ان انا اشتغل تكتيك، لكن ما اشتغلناش غير امبارح فقط. عبد محمد فييرا كنت عامله بديل، فانا جاء في خاطري ان انا محمد فييرا هستخدمه النهارده بشكل جيد، لعيب سريع لعيب كويس. وحتى الجهاز الفني برضو قالوا يعني طب فييرا لا وبتاع، قلت لهم لا فييرا انا واثق ان شاء الله هيقدم ماتش كويس. ما تاخدش رايهم تاني، اسمع كلامي، ما تاخدش رايهم تاني. لا هم ما بياخدش راي حد، هم ما بياخدش رايهم تاني، هم عم يضحك على بلدي وخلاص. لا هو لازم الامر صوره بانكم عرب. طبعا طبعا، لا بهزر طبعا. لكن برضو انت بتتكلم في نقطه مهمه جدا جدا، وهي انك انت قاري لعيبتك كويس وحافظهم كويس ومتعايش معاهم، وهم كمان بيبادلوك نفس الثقه. خلي بالك يا كابتن طارق، انا يعني هقطعك بس خلي بالك، اي مدير فني والله بيبقى عنده الحته دي، عارف كورونا الاستشعار، بيبقى بيستشعر في حاجه في لعيبه عنده، عنده عين كمان. اللعيب ده يكون بعيد مثلا بقاله اسبوع 10 ايام، عنده عين ولا حاجة، عينه. لكن هو ده احساسه انه النهارده اليوم بتاع ده، يعني على ثغره، على نقطه، على احساسه بالتمرين، احساسه بالحاجه الثانيه. بص انا كابتن سيد بالصدفه رحت للكابتن طارق قبل الدوري بيوم كده او يومين، وشفته في التمرين وقعدت معاه وقلت له بالتوفيق باذن الله. انا شفت اجمل حاجه، اللعيبه كلها بتحبه جدا وبيهزر مع اللعيبه، ومفيش يعني الالفه بينهم هي اللي بتخليهم ينزلوا يموتوا نفسهم في الملعب، وده الشكل الطبيعي لطارق يحيى ولعيبته اللي احنا بنتفرج عليها. اتفضل يا كابتن. خليك كابتن شريف. لا هو طبعا مفيش شكل علاقه الحمد لله بفضل الله مميزه جدا بيني وبين اللعيبه وبين الجهاز كله. ناس الاولاد بيحبوا بعض ومتكاتفين مع بعض، جعانين كوره، عندهم طموح، كل الكلام ده انت بتشتغل عليه من اول يوم. فالحمد لله وصلنا لمرحله محترمه جدا من الانسجام والهرم بين اللعيبه، وايضا يكفي ان انت تبقى عارف قدرات لعيبتك. يعني النهارده مثلا احنا ريحنا لا لعب 3 ماتشات على اكمل ما يمكن، لكن هو النهارده انا قلت له ان انت هريحك النهارده ان انت مجهد جدا، وهنحط فييرا مكانك. الحمد لله فييرا ما كدبش خبر وعمل ماتش كويس وجاب جونين وكان مصدر خطوره كبيره جدا على النادي المصري. فدي الحمد لله قراءه الحمد لله كويسه مننا، وقدرنا ان احنا نحط حتى ندخل لعيب كان بعيد تماما زي ما قال كابتن الشريف، ودخل وادى بشكل جيد، وانت زي ما انت قلت سيد. فانت طالما حافظ لعيبتك واثق فيهم وبتديهم الثقه، فالحمد لله هم بيكونوا عند هذه الثقه. فالحمد لله يمكن اداء النتيجه النهارده 2-2، لكن احنا كنا افضل، كنا احسن، كان ممكن نكسب. في كوره البيكلي في اخر 3 دقائق كان طبعا سهله، مش صعبه خالص، سهله خالص، سهله جدا. فالحمد لله بنقول الحمد لله والشكر لله على كل حال. الاداء طالما جيد بتوصل لجون بشكل غير طبيعي، فدي حاجه كويسه جدا للجهاز وحاجه كويسه للعيبه. ان شاء الله التوفيق حيفنا فيه. طيب احساسي بقى حاجه من باب الـ مش عارف اقول الدعابه ولا حاجه، لكن من باب احساسك انت وردت فعلك على طول، احمد صبحي في الملعب او في الجول التالي تحديدا بيستلم الكرة وبعدين اتخذت في حته ما ينفعش ان انت تستلم، وما ينفعش ان انت تستنى الكرة اساسا، لازم تروح لها. يعني ردت فعلك على طول بتبقى في الملعب ايه، او ردت فعل المدير الفني، احساس المدير الفني بقى؟ لا بالعكس، انا حييته وقلت يلا صبحي ما فيش حاجه، خلاص ما فيش مشكله، عشان ادخله في الماتش لسه فاضل حوالي 25 دقيقه ونص ساعه. فلا بالعكس، بالعكس في الوقت ده لازم ترفع من روح المعنوي اللعيب وتحسسه ان انت جنبه، وتحسسه ان هو انت واقف جنبه، فبالتالي هو كمان هيأدي، والولد ادى بشكل يعني هو اتسبب في الجول الثاني صح؟
برافو عليك. يعني هو اللي عمل الكره الزيره. فانت بتتكلم في حاجه يعني نفسيه بتعامل بيها اللعيبه، واللعيبه بتقدر هذا الكلام، وبرضه بتشيل عنهم ضغوط، لان مش مشكله كلنا هنغلط، ما حدش ما بيغلطش طبعا، لكن هو بيأدي اداء عالي جدا ومميز جدا احمد صبحي في الناحيه اليمين، وانا بحب اللعيب المهاجم الباك اليمين المهاجم. انت كنت تلعب ناحيه اليمين وعارف كويس قوي قادر ناحيه اليمين دي، لما يبقى اللعيب عندك عنده شراهه على الناحيه الهجوميه طبعا، باك الشمال نفس الكلام، فدي بتساعد بشكل كبير جدا الناحيه الهجوميه، وده اللي بيحصل في بتروجيت دلوقتي الحمد لله. على العموم بصراحه انت عامل فرقه هايله جدا من حيث العروض والنتائج، الله يخليك، كل حاجه موجوده. لاعب زولا اكبر فتره من كل حد قبل مباراه الاهلي بقى عشان يبقى فيه جاهز. ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا كابتن طارق. في نقطه ثانيه كابتن سيد، عايزين برضك يعني طارق يحيى من المدربين بردك اللي هم عندهم خبرات بشكل كبير وعنده توفيق كتير قوي. النهارده كان الجيم مفتوح بشكل مميز. كمان عايزين نحيي حسام بصراحه. يعني حسام بقى له 3 سنوات وبردك من ضمن الحاجات اللي بتدي شكل واداء وثبات التشكيل والفرقه جديده برده. وتحس ان الفرقه المصري عندها شخصيه بالظبط. يعني شخصيه بتروجيت كمان النهارده زي ما قلنا الانتاج بردك من ضمن الفرق الثابته اللي هنشوفها في خلال الدوري بتأدي بشكل مميز. نفس الكلام بالنسبه لحسام حسن، واضح ان حسام جريء جدا، ثالث سنه مع مدرب جريء جدا يعني عامل تشكيله وعامل اداء. وبالحقيقه طبعا هو في البطوله الافريقيه يمكن الاول بثمان نقاط، فده بياكد ان حسام مسافرين دلوقتي عندهم شغال في الملفين. يعني ده حاجه برضك بتاكد شخصيه المدرب وتركيزه. النهارده بيقفل الملف الافريقي وبيبدا يخش في الملف الدوري العام، عنده رؤيه فنيه كمان وجراه تهديفيه وشجاعه بينقلها اللعيبه في حته الضغط على المدافعين والضغط على الخصم. النقطه الثانيه اختياره للاعبين، حسام عمال يشكل لعيبه مغموره وممتاز به، وعمرنا ما سمعنا عنها كابتن عادل. اقول لك انا حسام ابن كابتن جوهري بصراحه بشكل جاي. حسام سره كابتن جوهري، يعني هو بيحب يمشي على نفسه، واضح قوي ان هو واعي يعني. فيعني بنحيي طارق يحيى وحسام حسن على الاداء المتميز اللي كان موجود النهارده. طيب، مفتوح بالنسبه قبل ما تكمل فنيه كابتن شريف، اخد راي كابتن عادل في نقطه اعتقد انها مهمه. ايه اللي ممكن يتقال للمدربين من واحد قدير في عالم التدريب؟ مدرب لو انت بتنصح مدرب في الدوري الممتاز مثلا بيتعامل مع ظروف متغيرات واحوال وحالات ومواقف صعبه وانتصارات وانهزامات وانكسارات وكل حاجه، ايه اللي ممكن يقوله كابتن عادل تقييما لاي مدرب في الدوري المصري؟ المدرب انا في اعتقادي انه مجموعه من المبادئ والقيم الى جانب الفنيات العاليه، الى جانب الامور النفسيه وهي المهمه جدا، انه دايما بيدي الاحساس لكل لاعب انه هذا الرجل عنده صفه العدل، فبيوزع العدل على كل اللاعبين في اللحظه المناسبه، بيخلي ال 30 لاعب كلهم عندهم احساس انه اساسي. ودي عمليه شاقه جدا سواء بيلعب او ما بيلعبش، دايما بيخليه حافز واقف على ترطيب صوابعه انه ممكن ينزل الملعب في اي وقت. الحاجه الثانيه التحفيز، حفظ دايما باستمرار جمل للاعبين في الملعب. الحاجه الثالثه تدريبات فرديه مستديمه على طول، كل يوم الصبح الظهر بالليل في اي وقت على طول، تدريبات مكثفه للمدافعين لوحدهم، لوسط الملعب، للمهاجمين، لحراس المرمى. الجانب النفسي مهم جدا، والعمليات الفصل زي ما قال كابتن طارق كده، لعيب بيغلط، وارد كل لعيبه العالم بتغلط، ازاي يخرج اللعيب من الغلط يخليه يبقى عنده الحافز زي الولد المتفوق اللي بيرسب في سنه وبعدين تبص تلاقيه بقى متفوق طول عمره. كذلك في المباراه غلط غلطه، لو انا اديته احساس بالذنب خلاص مش هتاخد منه حاجه، فدي برضه ذكاء من المدرب ان يبقى عنده الجزئيه ديت، يبقى في عنده العدل، في عنده التحفيز، في عنده التدريبات الفرديه والمكثفه، عنده قراية الخصم وقراية المنافس. في حاجة كلنا بنغفل عنها، أنا هلاعب سين من الفرق سواء أفريقيا أو زي ما حضرتك كنت بتعمل، لازم يبقى فيه نوع من أنواع التجسس، بروح أنا أشوف أو عينين ليا في كل نادي في أفريقيا، يعني استكشاف إن أنا هلاعب بتروجيت في التمرين يبقى عندي معلومة في فلان مصاب، فلان عنده إنذار تاني. المعلومات دي مهمة جدا، زي في الحروب ايام الرسول عليه الصلاه والسلام بتبص تلاقي ناس واقفين يشوفوا دول جايين منين، دول هيعملوا ايه، البير فين،
مش دي اسباب. كذلك في الكوره في الرياضه، في الرياضه فيها كده، انا هلاعب التيم الفلاني يبقى عندي معلومات كامله عنده، ويبقى في الفريق الاول في النادي الاهلي او في اي نادي عنده من العيون اللي موجوده في كل مكان قبل المباراه بشهر، بحيث المدير الفني يبقى قدامه خريطه انا ايه اللي انا المفروض ان انا هعمله. بتعودها دلوقتي بالناس اللي هي محلله الاداء، لو بيجيبوا شرايط كتير قوي ومباريات وكمان الاستوديوهات الفرق الثانيه. يعني الكابتن طارق والكابتن حسام، طارق جايب 8، انا كنت عايز اساله طب انت ليه؟ لا معلش علشان الوقت، يعني انت عامل 8 كويسين قوي وحاطط بيكلي والعجوز تقريبا دول الاثنين ورؤوف طبعا. عارف ان رؤوف طبعا محطه كويسه يعني، لكن الدكه ايه اخبار الدكه؟ هل الدكه فيها العناصر قديمه ولا عناصر برضه انت جايبها من الممتاز به؟ حسام حسن 3 سنوات بينافس على المركز من الاول للرابع، رابع السنه اللي فاتت كان ثالث والزمالك رابع. الراجل ده لازم كلنا نديله تعظيم سلام. مين الزمالك كان ثالث وهو اللي رابع، هو الثالث والزمالك رابع. فانت يعني الراجل ده اللعيبه اللي موجوده دي، ده راجل صنايعي، مدرب يبقى صنايعي بيعمل ايه؟ في لعيب عنده الاسمر دايما كوفي، لا 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 مش كوفي، جريدو جريندو ده مصري على فكره، مصري محمد عبد اللطيف جريندو ده انا شفته وانا يعني حسام ساعات بيكلمني وانا بكلمه يعني. جريندو ده لما شفته في اول مباراه راجل عافيه يجري وخبط وبتاع، شويه شويه تدري ان جريندو بيعمل ايه؟ ده بيعمل حاجات، بيعمل كرات عكسيه وانفرادات ومحضن ومأمن ده اسمه ايه ده؟ الراجل ده ما كانش عنده الفنيات دي ولا عنده الجانب التكتيكي ده، ولا امتى يتحرك في العمق، ولا امتى يسقط، ولا امتى يبقى باك رايت، ولا يبقى باك ليفت. النهارده بيلاعب الراجل بتاع طنطا جابر بيلعبه باك ليفت، ده الراجل ده قلبه ميت زي ما قال كابتن شريف وكابتن ما. الراجل ده بيعمل حاجات غريبه ليه؟ لان عنده نقص، عنده نقص في المكان ده. فبيبقى راجل نازل المباراه القلب ده عنده مش طبيعي. ده انت اي حد بيبقى، فدي برضه من صفات المدرب الناجح انه يبقى عنده نوع من المغامره زي جوزيه كده. جوزيه كان تبص تلاقيه في ماتشات، تبص تلاقيه يروح عامل لك فرقعه كده، كل الناس اللي بتتفرج يقول لك ايه ده، الراجل ده بيعمل ايه؟ وبعدين تبص تلاقي عامل تغييرات، يروح منزل لك 3 فراوده ومش عارف هو عامل ايه. يعني المغامره دي من صفات المدرب الناجح. من صفات المدرب الناجح ازاي؟ انه يستقطب الاعلام، مغامره محسوبه كمان يعني، محسوبه. جوزيه شاف فلافيو محدش فينا شافه، وصبر وصبرنا معاه لفلافيو، وبعد كده فلافيو ده في اليابان بيجيب اجوان وفي اي حته يعني، وهداف. الحاجه الاخيره يا كابتن، ان انا اللي انا قلتها في البدايه، انك انت بتقرا بسرعه اللعيب. يعني انا اشوف الكابتن سيد، الراجل ده هيبقى احسن ظهير في الحته الفلانيه، او احسن مهاجم. ليه لعبوك باك رايت؟ العينين دي يا كابتن في طبعا دي غاليه جدا، العينين دي موهبه يا كابتن. في واحد ربنا بيديله ازاي يرسم، في واحد ازاي يعمل مزيكا، ازاي واحد يقول بيت شعر، ازاي واحد يعمل حاجه. كذلك التدريب، عين بتشوف ان الخامه اللي هي في المركز الثاني ده اللي في اللي بتلعب في الدرجه الثانيه، الراجل ده لو خد شغل هيبقى في الحته الفنيه. حسام وطارق عندهم الحته دي، ويمكن طبعا حسام عنده الجانب ده اكتر بكتير، لانه عنده من الخبرات الفنيه والتدريبيه. طيب هروح لواحد بقى من اميز الناس اللي بتلعب بضربات الراس، اشرح لي الجول ده. يعني واحد ده الجول اللي خدنا بيه دوري 2009 على فكره، يعني دوري الاسماعيلي في المباراه الفصل اللي كانت في حرس الحدود او استاد الماكس تحديدا، حرس جيلبرتو اول 10 اوفر الاوفر الاول يا كابتن سيد. يعني جيلبرتو متخصص زي ابراهيم وحسام، يعني ابراهيم عارف حسام بيحب ايه، بيحطها له فين، على القريبه وعلى البعيده. لسه كنت بتكلم معاك احنا قبل الهوا، الكابتن عادل طعامه كان المدربين اللي بيقعدوا ساعتين ونص في الملعب وثلاث ساعات الا ربع. الجون ده اتكرر على فكره كذا مره. انت النهارده لا، يعني هو طبعا كان بيقنن الاحمال، لكن هو كان الحاجات الخاصه دي هي اللي بتصنع اللاعب وهي اللي صنعتنا، يعني الفروق الفرديه، الفروق الفرديه دي فكان بيهتم بيها بشكل كبير جدا. فعايز اقول لك ان جيلبرتو هو يمكن اللي صنع نجوميه فلافيو، لان الكروس اللي كان بيعمله جيلبرتو على راس فلافيو وفي المكان اللي هو محتاجه. لكن انا اول مره اشوف مهاجم يا كابتن عادل بيلعب بالجنب وبالجنب التاني مواجهه يعني. وبالمواجهه
وباسفل الراس يعني كل بص يا مان اقول لك على حاجه الراجل ده جاب الجون ده يعني حاجه بتاع 15 مره عارف ايه السر مكرر واسع على نفسه سر هنا إيه؟ بيسرق المدافع في يروح خطوه الكوره يفضل واقف جنبه وبيرجع بالتوفيق. يعني هو بيرجع من وراه كمان يعني مش بيطلع له قدام شويه لا بيرجع ويروح واخد الخطوه ونص وحاططها موجهه بدماغه زي الطوبه كده فدماغه كمان كانت ظاهر متهندسه قال ان يعني رد الفعل بتاع العرضيه كان بيتكلم عن مبادره يا سيد مبادره للمدافع ان انا اروح قبل المهاجم ومبادره المهاجم اللي بيقول عليها شريف ان انا اروح اسبق المدافع ففلافيو كان عنده الحته دي كان عنده الحس ده ان هو ياخد الخطوتين زي ما شريف قال المبادره بتاعته قبل المدافع فعشان كده كان بيقدر يوصل وبيوجه بقى ودي بقى في منتهى الصعوبه لان دي كلها تدريبات مهارات ضرب الكره بالراس يا كابتن سيد اللي هي بقيت يعني احنا مش مفتقدينها في ملعبنا حتى اولادنا الصغيرين في القاعده بتاعت بيخافوا يلعبوا الكره بضرب الراس ليه مغمي قافل عينيه فكلها دي حاجات مهاره من دي متعه احنا محتاجين بدماغك ده محتاجين متعه محتاجين ان احنا نعيدها مره ثانيه اقول لك على سر عندي اول جول اجيبه في بدماغي في حياتي حتى على مراحل قطاع الناشئين كان عندي حوالي 20 سنه لا والله عشان الموقف ليه؟ الموقف على فكره انا من الناس ما بتتحطش في المكان ده كتير لا وفي في في عارف مش احساس في ساعات انت بيهيئ ليك ان انت عندك ميزه وفي ميزه تانية عندك بس انت بتروح للميزه الاكبر اللي عندك بتوظف التانية وانا بقول طبعا لكل الناس طبعا اللي موجوده في قطاعات الناشئين المختلفه ما تهتمش بالميزه اللي عند لاعب معين قد يكون عنده بعض العيوب صح تمام انت مش عايز يعني مش عايز تديها له او تعالجها له لان هو عنده ميزه كبيره يعني واحد مثلا ما بيشوطش خالص كل ما يروح يقوم واقف ومرقص ورايف ومرقص عشان يجيب جول لازم يخش 16 6 يارد مثلا او 18 وانت واخد بالك ان هو ما بيشوطش بس هو مهاراته عاليه جدا 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 فلازم تشتغل عليه من هو صغير على العيوب مش على المميزات لان المميزات عنده هتتنمى اقول لك على العيوب هي اللي تتعالج كابتن مصطفى عبده ربنا يديله الصحه تروح اقول له روح يا كابتن والعبها بقوتك زي ما انت عايز انا عايزها كده ومش هتلاقيني بس هتلاقيني جاي طاير بدماغي حاططها انا في الحته اللي انا عايزها انا كنت بتمتع بكده كنت بسرق المدافعين وهم كلهم مشيهم عند كابتن مصطفى عبده وانا اللي جاي من ورا ما حدش شايفني وبطير انا بحبها ادام حبيتها يبقى هاديها كويس عملتها بتاع 4-5 مرات من احلى جوان حياتي طبعا يمكن هم مش انستوك يعني مش موجودين في الارشيف او حاجه لما جبت 5 اجوان وانا طاير بدماغي طاير بحطها في المقص هناك وبتمتع وبقوم وعارف وانا بحطها وانا طاير رايح هتيجي جون ولا مره طلعت بره ولا مره هم 5 طرت ده غير عملتها في الناشئين كتير فهي موهبه انك تلعب براسك انك لازم تحب الشيء نفسه وازاي تفتح عينيك يعني انا باخدك كابتن عادل هقول لك نقطه كمان ازاي كمان احنا نقرا بعض امكانيات بعض التيم ورك ده معناه ايه زي ما الشيخ بيقول الكابتن مصطفى عبده دي برجل يعني الكابتن مصطفى عبده سنموذج ده اخر جون جبته في معنى كان الكروس بتاعه بيعدي المدافعين الكابتن محمود الخطيب من ذكائه فكان بيروح على العرض البعيده يعني تعدي الناس يستلمها ويحطها في الزاويه البعيده بص مختار جه اضعف فكان نروح لمختار على قريبه يا كابتن عادل واخد بالك لان مختار مش بقوه الكابتن مصطفى عبده فانا عايز اقول لك ان ده كان كاس مصر كنا بنلعب مصر والاتحاد كنا بنلعب فرقه من بورسعيد في كاس مصر أوكي. كانت من هما الاسماعيلي دي نقول حلو قوي ده الاسماعيلي ده في اسماعيليه دي كانت تعليمات عايز اقول لك ان كان زمان الكابتن مصطفى عبده لما كان بيعمل كروس رجليه ثقيله فالكابتن محمود الخطيب من ذكاء يعني من ذكائه كراجل فيرويد فكان يروح على العارضه البعيده ويوصل نفسه لما تعدي المدافع الاولاني والثاني والثالث يبدا هو يلمها ويبدا يحطها لما كان يروح مع مختار عارف ان مختار مش بقوه مصطفى عبده فيروح لمختار على القريبه فمختار يلعبها له يروح هو ناكشها تبقى عارف امكانيات وقدرات الناس اللي عندك بالزبط. اللي معاك وكان بيقول لي انا لما تروح بص كويس والعبها لانك مش هنروح كتير لما بنلعب في افريقيا يعني يجي يقول لي بقول لك ايه اظبط الاخرانيه يعني بص وانت بتلعب بص يا كابتن سيد بنحيي مخرجنا بصراحه يعني بنحييه الراجل بيترجم لنا كابتن عادل كابتن بيترجم المخرج بيترجم حاجات سميرة عكاشة ماشي بس يعني على الاقل نطلع بالماتشات فلان في نقطتين على الدوري ده البابلي ده اتفضل في نقطتين مش عايزين نعديها اتفضل اولا بالنسبه للفيرود من ضمن ميزاته تونس من ضمن ميزاته انه زي ما شفنا كده جول فلافيو جول كتيره جدا سواء حسام او كابتن الخطيب او اي حد بيلعب في الحته دي بيبقى عنده عمل حاجه زي الرادار وهو رايح والكره بتتلعب له بيبقى عارف الزاويه الجول فين والزاويه البعيده فين والزاويه القريبه فين
بيبقى الرؤية بتاعته وتواجده وازاي يهرب دي مهمة جدا، ان يبقى حاسس بالمكان وامتى بيتحرك وامتى بيهرب من الراجل. وبرضو دي النقطة الأولانية، ان الفيرود وهو رايح، وزي ما قالوا الكباتن كابتن مصطفى عبده لما بيروح ويروح لعب على القريبة لازم بيلعبها بدرجة قوة معينة، لو عايز يعدي العرض القريبة بيعديها يلعبها على البعيدة، البعيدة محتاجة قوة معينة، محتاج كابتن شريف عايزها قوية مش عايزها زي كرة جيلبرتو وهو بيلعبها لفلافيو لعبها ايه مش بالونة، لعبها له في العلو والمتر ونص وقوية بحيث انها تتلمس تبقى رايح. النقطة الثانية، فلافيو هرب من السرد باك، الراجل اللي قدامنا ده كابتن ماهر اللي ما خدش ولا انذار ولا كارت وكان ما فيش باصة، ما فيش اتكلموا عليها ما فيش باصة غلط، الراجل ده كان الفيرود ما بيهربش منه، ودي اللي بيهرب منه ازاي يبقى قادر يا مخرجنا لا ده في افريقيا الجول ده مولين عرب بلعب رايح جاي مولين عرب 1-1 0-0 لا ده في جول تاني في 84 في جول تاني كان في استاد بورسعيد المصري وكان اظن المرحوم احمد عبد المنعم لعبت له بالعرض وراح ماشي وراح مادد رجليه الشمال وراح عاملها برجليه اليمين في البعيد من ضمن الاجوال الجميله يعني. بس تحس كابتن محمود كان سابق العصر معلش موهبه تالنت غير عادي بتلعب مثلا يعني تقف تتفرج عليها وهي جايه يلعبها في نفس الاتجاه عشان تبقى عكس الجول رجل السرد بص الكره اللي انت بتتكلموا عليها هي دي الترجمه بص الكعب اتكلمت عليها كابتن عادل انا اول مره اكتشف انا طبعا كنت بقى صغير وانا لاعب مع منتخب مصر كبسيد والتصويبات اللي على المرمى فانا بقى لما كنت بيجي دوري بتضرب هناك في المدرج يعني الخطيب يا كابتن وانا راجع من ورا الجول شفته وهو بيستلم عينيه شايف الجول بيحطها وبيوجهها في المكان اللي هو عايزها بعدين علي خليل يا كابتن يشوت وبعدين يبص الكره رايحه فين ده انا بقول الرادار كابتن علي ابو جريشه يشوت وبعدين يبص رايحه فين بص الجون ده خده منين اللي انت كلمت عليه كابتن عادل الرادار وبعدين يمين وشمال تخيل كابتن حسن شحاته نفس الكلام يشوت يا كابتن وبعدين يبص رايحه فين الا هو الوحيد بص الجون ده بقى بص الجون ده اوه يا نهار ازرق فظيع الجون ده كل ده بقى يا كابتن عادل انت بتتكلم عليه هقول لك حاجه كابتن سعيد اقول بس حاجه كابتن قبل بس انسى دي جاب جولين من الكره دي ما يكون في العالم الجول ده جول المرسى التونسي الاثنين بالشمال خد مرسى التونسي كمان في خد بالك الجول ده الجول ده كابتن عادل قبلها يومين ثلاثه قال احساس ان هجيب جول عالمي احساسه وعلى طول بيلعب متعور خد بالك احساسه قبلها بثلاث ايام على طول متصاب تخيل يا كابتن عادل احساسه اللي قبلها بثلاث ايام ان انا هجيب جول عالمي يعني سبحان الله حس الفيرود بشكل كبير جدا كان بيقول الكابتن الخطيب الكوره انا بتعامل معاها كايه؟ كطفل يعني وانا كوره جايه لي قويه لو جاي لك لو جاي لك طفل بيجري هتقابله ازاي؟ بالاحضان هتقابله بعنف ولا تمتصه بالراحه كده بالهدوء انت بتتعامل معاه كره جالك بدماغك فعايز جايه قويه فبرضه تمتصها بحيث انك انت جزعك يرجع لورا وبعدين تبتدي تروح حاططها بقوه من غير قوه تقريبا تخبط فيك وتروح غير لما تكون جايه ضعيفه انت بتروح بقوتك علشان زي ما قال الكابتن شريف كده بيروح طاير وحاططها جامده عشان تروح بالدرجه رد الفعل موازي للجو فبيتعامل مع الكره كانه طفل صغير وهو بيتعامل معاها لذلك امتى يبقى قوي ويبقى فيه تحفيز وامتى يبقى فيه الهدوء والامتصاص طب عندي سؤال بس جاوبوا عليه بمنتهى الصراحه من غير اي مجامله الكره زمان اسهل ولا دلوقتي لا طبعا زمان كانت اسهل نتيجه الـ 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 ان دلوقتي العلم تتطور جدا وزمان كنت بتلعب كل اسبوع ماتش دلوقتي انت بتلعب كل 3 4 ايام مباراه فعلم الاستشفاء وعلم الاحمال وعلم التدريب بقى لابد لكل مدرب انه يكون على علم كامل بالموضوع ده والا مش هينفع زمان في حاجات يعني كل ما افتكرها اضحك جدا زمان مثلا كان يديك اجازه قبل الماتش واجازه بعد الماتش مظبوط ويشربك شاي لازم تشرب شاي طب كابتن عادل كان تمرينه وتمرينه بس انا عايز اقول لك على حاجه انا تمرينه صح كابتن عادل انا شايف ثلاث ايام بس الراجل يكمل بس الحته دي اتفضل يا كابتن عادل وبعد كده اتفضل يا كابتن شيلي زمان كان بتمرين سبت واثنين واربع والجمعه ماتش سبت واثنين واربع ويوم الاربع يعمل ماتش ودي
ماتش يوم الاربعاء راي ماتش. فطبعا الحياه طبعا ما كانش فيه الزحمه ولا فيه الضغط العصبي الموجود ولا المعادله. حتى الطرق كلنا كنا زي بعض، حتى الطرق الدفاعيه الفرق كلها كانت زي بعض. مستوى تقصد؟ مستوى كله كان زي بعض. انا كنت بلعب الطيران زي ما بلعب الاسماعيلي زي ما بلعب المصري، كلهم زي بعض. هنا في نجوم وهنا في نجوم. عشان كده منتخب مصر لا محله والاتحاد الاسكندري، انت المنصوره منصوره فيها 5-6 في المنتخب من اول سطوحي لغايه البقى. بس كل ده اتغير احمد شاكر، كل يعني ده اتغير كابتن عادل بوجود هدوكوتي الله يرحمه. بصراحه هو بقى اللي عمل اليوم الكامل. كان سابع عصر، كنا بنتمرن كل يوم بقى. كان سابع عصر هو اللي عمل بقى الوحده التدريبيه اللي هي اليوميه، هو اللي عمل الصبح بعد الظهر، هو اللي عمل الزون ديفنس، هو اللي عمل المنتومان، هو اللي عمل الضغط، هو اللي عمل الكور الثابته، هو اللي عمل التريك في التغيير، طاهر الشيخ ينزل يخلق لنفسه مساحه الخطيب يطلع فيها، هو اللي عمل الزون ديفنس، عمل اضافه اتنين. كناش نعرف يعني ايه زون ديفنس. التغيير اتنين في ماتش الزمالك 4-2 اضاف طاهر الشيخ وكابتن محمود الخطيب وهم اللي كسبوا. حط مختار باك ليفت وطلع حازم خالد. دوكوتي اللي كان سابع عصره، يعني هو اللي عمل الاحتراف. كل المدربين لو تفتكروا يا كابتن عادل، كل المدربين كانوا يجوا كابتن سيد يحضروا الوحده التدريبيه، كابتن زكي عثمان وكان مدربين المصري والمحله كانوا بيجوا يتفرجوا على مستر دوكوتي. ما كانش في تسخير زمان، تحس ان هو يعني في شبه من جوزيه يعني تحس كده المسيطر نفس المسيطر اللي شخصيته قويه اللي لامن الناس. احسن اربع لعيبه في العالم طبعا دوكوتي كان من احسن اربع لعيبه في العالم. دلوقتي في عنصرين يا كابتن مهمين جدا، عنصر السرعه والمرونه والرشاقه. بص تلاقي الطرق الدفاعيه، الطرق الدفاعيه اللي احنا بنلعب بيها دلوقتي العالم كله بيلعب بيها مع العنف مع فريق بتقابله بيدافع بثمانيه وتسعه وبعشره، محتاج طرق لعب مختلفة، محتاج ازاي اللعيب يبقى عنده من القدرة على التحمل من الإصابات ومن الكدمات اللي هو ممكن ياخدها وبيقوم في ثانية. عملية الاستشفاء، الأجهزة اللي ابتدت تطلع، في جهاز التبريد، جهاز التبريد اللي أنت بتشوفه ده في طوعه في نص دقيقة ترجع بسرعة. خلاص ترجع بسرعة ليه؟ لأن أنت دلوقتي كل ثلاث أيام وكل ثلاث أربع أيام في مباراة. زمان كنت تشوف الافلام تبص تلاقي انت بتستلم الكوره وعلى مهلك خالص وتروح عاملها يمين، دلوقتي انت بتستلم في ثانيه تلاقي الضغط عليك. اذا ما كنتش يبقى عندك رؤيه ومحضر انك تلعب الباصه من لمسه واحده مع الراجل اللي بيندفع عليك وازاي انك تتخلص منه، وبعدين بتشوف انت بتجمع في الجانب اليمين وتروح رايح على موديه الجانب الشمال، فكر بقى وتخطيط وتحضير فكر وتحضير ما كانش فيه الكلام ده زمان. العب الكابتن عادل كان زمان برضه صعب. مين اللي قال بس ده؟ مصطفى يونس كانت وصفها. عادل خالد كنت عايز اقول لحضرتك كابتن عادل، زمان كانت في صعوبه في اللعب. يعني انت عشان تركب على واحد بيلعب ممكن تقعد لك سنتين ثلاثه. عمرو الحديدي في برنامج هنا قال انا قعدت 28 اسبوع عشان العب، فبرضه كانت فيها صعوبه. فالنجوم كانوا كتار، واللي كان بيركب يا كابتن عادل او بيحط رجله كان بيبقى عنده طموح بقى انه يبقى اساسي في ناديه ومنتخب مصر ومنتخب افريقيا، فكان في صعوبه. النهارده الامور سهله، يعني اي حد يلعب ويلعب في اي وقت، والتدوير على زي ما احنا شايفين كل مباراه في تدوير، فرقه داخله وفرقه خارجه. لكن زمان يا كابتن كانوا هم ال 18 اللي موجودين. زمان بقى طب عشان كده كان كل لعيب بقى بيلعب 13 سنه و14 سنه اساسي زمان بقى. طيب فانت النهارده اللعيب ما بيقدرش يلعب اكتر من سنه او سنتين. ترجع تاني بقى لمباراه النهارده، طبعا خدنا كده عصر جميل قوي ايام حلوه طبعا بالتاكيد، وتعلمنا منهم من كباتن كبيره جدا وعظيمه جدا. اتكلمنا مع طارق يحيى واتكلمنا مع اتكلمنا عن المصري وبتروجيت نتكلم بقى على بيراميدز وطلع الجيش او طلع الجيش وبيراميدز. المباراة انتهت بفوز بيراميدز 2-1. يمكن كان في كرة ما تعدتش كتير، الهدف الثاني بتاع بيراميدز يعني حكم اللقاء من كابتن جهاد جريشة ومع انا حفظت اسمه السادات محمد علي لطفي. محمد علي لطفي محتاجة انها تتشاف مرة ثانية. لكن اتفضل كابتن شريف قول لنا. والله هقول لك حاجة، بس معلش انت حضرتك قلت المصري والبتروجيت. لا انا هقول كلمة واحدة بس هنا في الكابتن عشان الكابتن عادل يكمل. هو طلع الجيش واحنا قاعدين بنتفرج حاسين ان هو السنه دي بره الحكايه الاقل. كابتن عادل بقى اتفضل. كابتن عادل زي ما قال كابتن شريف كده، حقيقه فريق طلائع البدايه تحس انه هو لعب ثلاث ماتشات اقولهم لك مع نجوم اف سي مثلا اتعادل 0-0، والمباراه الثانيه كانت مع انبي خسر 3-0، والنهارده بيخسر من بيراميدز 2-1.
يعني عنده بونت من ثلاث مباريات، وده طبعا بداية نرجو ان هي تتحسن في الفترة اللي جاية. وزي ما قال الكابتن شريف كده، محتاجة الإدارة والمدير الفني انه يلحق. طبعا كابتن محمد حلمي مدرب قدير، محتاج ان هو يعني يسترجع قواه بسرعة، ويبقى فيه نوع من تصحيح الأخطاء. برضو اللعيبة بتلعب فيها نوع من العصبية الزيادة، في عنف زيادة، مفيش تركيز في الأداء في اللعب، عمليات التغيير كانت متأخرة. أنا شايف أنه المباراة كانت إلى حد ما تبادل الهجمات بين الفرقتين. فريق بيراميدز الحقيقة ابتدى يمكن المستوى يتحسن إلى حد ما شوية، إنما مش بالقدر اللي احنا متوقعينه. اللعيبه البرازيليين اللي موجودين كانوا لعيب كويس قوي، 10 لعيب كويس قوي الحقيقه، 10 لعيب كويس جدا. الباقي عادي، الباقي عادي، المصريين افضل. لوكاس اللي جاب جولين النهارده مش وحشين، مش وحش، لا جاب جولين وكويس، رقم 8 مش وحش على فكره. الفرقه كويسه يعني، عشان الواحد يبقى مدي لكل الفرقه هو الفرقه كويسه طبعا. خط الظهر طبعا هايل، حراسه المرمى محتاجه دعم، محتاجه دعم. في وسط الملعب الى حد ما الفراوده برضه محتاج راس حربه يكون افضل من كده. لوكاس صحيح جاب جولين، لكن وزنه زياده، محتاج ان هو يبقى فيه تدريبات مكثفه اكتر من كده. بشوف انه فريق بيراميدز اعتقد ان هو في الفتره اللي جايه في نوع من ابتدى الانسجام، في شيء من الانسجام. الجول الاولاني كان جول من كرة اعتقد ستة، مظبوط، وجابها لوكاس بدماغه كويس، جابها لوكاس حطها ضربة ثابتة، ودي برضو من ضمن المساوئ في طلائع الجيش، ان الكورة الثابتة دايما من السنة اللي فاتت واللي قبلها دايما الكورة الثابتة بتبقى مؤثرة عليهم. الجول الثاني احنا طبعا الجول الثاني اعتقد انه ما تعادش، محتاج تشاف، لكن برضو الفوز ده كان مهم جدا بالنسبة لنادي بيراميدز، لأنه محتاجين فرق بتنافس أكتر، ومحتاجين أداء ممتع، محتاجين التجربة تنجح، إنه التجربة دي يبقى فيها نوع من الاستمرارية مع فرق شعبية، ويبقى فيه مستثمرين بيحسوا إن هم يخشوا ويسروا الكرة المصرية بأموال، بحيث إنها تعود على الأندية بتاعتنا الشعبية بالمردود الفني والإداري الجيد. طلائع الجيش الحقيقة أدى برضو الشوط الثاني، وكان عملية ضغط، جابوا جول التعادل، وكان ممكن جدا في بعض الهجمات ان هم كانوا يتفوقوا بهدف، لكن في الوقت اللي هم كانوا مسيطرين فيه وفي نوع من الضغط، استطاع نادي بيراميدز ان هو يجيب الجول الثاني. اخر 10 دقائق او اخر 5 دقائق ابتدى نوع من التغيير، نزل جعفر، نزله متاخر الحقيقه شويه، كان يعني جعفر انت عارف الكرات اللي جوه 18 بيجيد جدا لضربات الراس، فبرضه عمليه تاخير في نزوله، كان لو نزل من بدري شويه كان ممكن ان هو يبقى في نوع من انواع الخطوره على مرمى بيراميدز. لكن بنهني فريق بيراميدز وبنقول لفريق طلائع الجيش مزيد من الجهد ومزيد من الاداء، لان احنا محتاجين فريق طلائع يبقى من الفرق اللي هي بتنافس في الدوري ان شاء الله. اوكي، عندنا ماتشين يا كابتن شريف. كابتن ماهر، مباراه الجونه مع الحرس، كابتن ماهر تعادل الايجابي 1-1، ورغم ان الجونه كان يعني متقدم لحد اخر حوالي 10 دقائق، لكن قدر حرس الحدود ياخد اول نقطه ليه السنه دي مع كابتن عماد سليمان. بدايه لحرس الحدود، وان كان طبعا مثاليه الجونه كان يهمها النهارده انها توصل او تاخد الثلاث نقاط، لكن قول لنا يعني سريعا كده احنا فضلنا 5 دقايق. وطبعا الوفدين اللي جايين من الدرجه الاولى، الجونه والحدود، الفرقتين اللي صعدوا. انا شايف ان الجونه كابتن عادل من بدايه الموسم يا كابتن سيد واضح قوي ان عايزه تعمل حاجه. يعني احنا كنا بنتكلم على اسيوطي السنه اللي فاتت، ان في استراتيجيه من اسيوطي واضحه من البدايه، من الشكل، من اختيارات مجلس الاداره، الاهداف اللي هم بيسعوا ليها. واضح ان الجونه السنه دي يعني عايزه تعيد امجادها القديمه اللي احنا شفنا الجونه من فترات كثيره، كانت يمكن موجوده بشكل كبير في الدوري الممتاز. يمكن السنتين اللي فاتوا حصل نوع من البعد او نوع من
العائد المادي او الصرف على جهاز الكوره ما كانش موجود او على شكل الفريق ما كانش موجود. لكن السنه دي واضح ان جونه عندها استعداد انها تعمل حاجه. ما كانش فيه شبراوي ما كانش فيه شبراوي ف ومن السنه دي في شبراوي من التشكيله كابتن سيد واضح ان هم بردك اختيارات الجونه من عمر رضوان لحراسة المرمى عندهم بردك لعيبه عندها خبرات بشكل كبير. عندهم احمد علي واحمد علي واحمد سعيد وعاملين فرقه كويسه. عمرو السعداوي على فكره اللعب النهارده ده احمد مجدي يعني واسلام رشدي ومحمد شبراوي ومحمد ناجي جده وده يمكن عاملين شكل اسلام رشدي والشبراوي وجده واحمد علي عاملين شكل عندهم خبرات احترافي بصراحه يعني. والخبرات ديت يا كابتن سيد واضح قوي ان هي باينه من البدايه ان الفرقه ديت ان شاء الله هتستمر ما بقاش عندها مشكله. وواضح كمان حتى في الترتيب النهارده الجونه في المركز السابع من ثلاث مباريات يمكن فاز مباراه وتعادل مباراه وخسر مباراه وعنده اربع نقاط فده برضك هيديله ثقه خلال الفتره الجايه في وجوده في الدوري. اخر مباراه كابتن شريف كانت مباراه سموحه وانبي. نعم سموحه وانبي دي برضه مباراه النهارده كنت انت اتكلمت عليها في اول ما ابتدينا. دي مباراه جيب مفتوح يعني علي ماهر بيلعب على المكسب بس ودي السياسه بتاعته ودي سياسه جيده جدا ان مدرب النهارده يقعد يلعب نازل يكسب بثلاث نقاط ما بيدورش على التعادل ولا بيدور على بيجيب جول ما بيخليش الخصم يشاركه في 90 دقيقه بيعززه بجول تاني بيحاول دايما يقول الاسبقيه فاتح للعيبه كلها المجال ان هم يعملوا الباس باس 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 عنده او متاثر الحقيقه متاثر بفكر السنه اللي فاتت الحقيقه مع الاسيوطي كان برضو معلم اللعيبه بتاعه الاسيوطي حاجات كتيره جدا مع قله الامكانيات الفنيه اللي كانت موجوده في الاسيوطي انما كان ليه مكانه في الدوري السنه اللي فاتت على طريق فكر المدرب. فانا بحيي علي ماهر النهارده كان المفروض يكسب 4-1 مش 3-2 انما فريق انبي ما زال بيبحث على هويه طريقه لعب داخل الملعب. طيب سموحه ليه ملحوظ عليه يمكن كسب من مقصه بره ارضه هنا في القاهره وكسب انبي بره ارضه هنا في القاهره وتعادل مع نجوم المستقبل على ارضه ده الاسماعيلي يعني السنه اللي فاتت بيتعادل على ارضه ويكسب بره ارضه. طيب على العموم يعني خلاص المباريات الخمسه اتلعبت النهارده اذكركم بيها كان اولى المباريات النهارده جمعت ما بين الداخليه والانتاج الحربي وتفوق للانتاج الحربي 1-0. المباراه اتلعب 3 في وقت 1:06 كانت انبي مع سموحه 3-2 لصالح سموحه. الثانيه اللي اتلعبت في نفس الميعاد كانت الجونه مع حرس الحدود والتعادل الايجابي 1-1 والمباراه الثالثه كانت ما بين بتروجيت والمصري تعادل ايجابي 2-2 واخر لقاءات اليوم كانت ما بين الانتاج ما بين طلائع الجيش وبيراميدز وقدر بيراميدز ان هو يفوز على طلائع الجيش 2-1. بكره ان شاء الله الرحمن هتبقى في مباراه واحده بس هي نجوم المستقبل مع او نجوم اف سي مع المقاولين العرب باذن الله. وبعديها على طول هكون معاكم من ان شاء الله الرحمن من الساعه 10 للساعه 12. استنيني بكره في حلقه مهمه جدا 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 الساعه 10 باذن الله. هناخد ساعه في الاول كده بيني وبينكم باذن الله هنتكلم في موضوع انا احساسي الشخصي يعني ان هو مهم جدا في الفتره اللي جايه. كل الجماهير الاهلاويه كل الناس تستنانا بكره الساعه 10 باذن الله في بدايه الحلقه بعنوان كده اللي اختشوا ماتوا هنتكلم في شويه حاجات وشويه نقط اعتقد انها مهمه في التوقيت اللي احنا فيه ده تحديدا. كابتن عادل شرفتني ونورتني. شكرا لك كابتن. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لك كابتن. شكرا. كابتن ماهر شرفتنا. كابتن سيد شكرا لك. اخبار بالونه ايه كله تمام؟ 100 100 100 100 كابتن شريف شرفتني. شكرا كابتن سيد كل سنه وانت طيب. طيب جاي لنا خبر دلوقتي ان كان في اجتماع او في النهارده اعاده للراسبين او اللي ما نجحوش في الاختبارات الحكام. كابتن محمد الحنفي مشكورا وبالتوفيق ليه نجح النهارده ان شاء الله ان هو يتخطى الامتحان دوت او الإعادة ديت. كل التوفيق لكابتن محمد الحنفي واحد من حكموا مباراة أهلي وزمالك السنة اللي فاتت أو على مدار التاريخ من الناس اللي مش كتير حكموا أهلي وزمالك. إزاي يكون راسب في اختبار زي ده برضو حاجة تضايق رغم أنه أعادها ونجح لكن في النهاية يبدو أن الأمر محتاج جهد أكتر من كل الحكام. استنوني بكرة في حلقة مهمة جدا 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 بعد مباراة نجوم اف سي مع المقاولين العرب الساعة 10 بالظبط هكون معاكم. هسيبكم مع تقرير باجتماع اللجنه المركزيه لائحه النظام الاساسي في النادي الاهلي. هسيبكم على التقرير ده ونتقابل على خير بكره باذن الله. ما تروحوش بعيد من الساعه 10 بكره ان شاء الله. في نقطه صغيره بس كلنا بنتمنى لفرقتنا اللي مسافره بكره انها ترجع بثلاث نقاط ماتش الترجي شاء الله. لن نقبل بالتعادل برضو. انا عايزين خسفك من الواقعيه كلنا عايزين ثلاث نقاط. انا اقبل بالتعادل. لا انا عايز ثلاث نقاط ولادنا لازم يتربوا على كده ثلاث نقاط نرجع بيهم للترجي. احنا الافضل واحنا الاقوى وفرقتنا ان شاء الله بادارتها بجمهورها لا تقبل التعادل وان شاء الله يرجعوا بثلاث نقاط باذن الله ان شاء الرحمن. نتقابل بكره على خير الساعه 10 ما تروحوش بعيد من الساعه 10 بكره ان شاء الله.